Coucou. Bonsoir. Coucou. Alors, اليوم ان شاء الله باش يكون عندنا لايف مع بابلو ليتا فيتن نحبها برشا. Donc voilà, elle m'a envoyé une demande. اليوم كيما شفتوا على الانونس على ليغو. Coucou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Schnachwilkom. Coucou. Bonsoir. Marhabé. Salut. Aïchek. Farhana Barcha, li inti maya liou. باش نحكي عايشك تو جيس انا فرحانه بها تاعك اليوم عايشك ميرسي كيما شفنا في الانونس باش نحكيو على ليغو سي سور راه سمعتوا عليه برشا وراه قريتوا بوتيتر عليه باش نحاولوا نعاودوا نحكيو عليه باكثر عمق ونحاولوا نشوفوا الفيزيون تاع فاتن والفيزيون تاعي انا شويه جو ريبوندير كل مره كان عندي حاجه باش نضيفها نقولها اي انسي دو سويت كوكو تو الموند نستناو يتلموا اكثر عبيد Oui, bien sûr. ça va rythme جديد بعد رمضان كل عام وانت بخير. عايش عايش رام حبيب نذكر سي ان بو هكا بيزار دي من نهارين الاولانيين تحس الريتم يتبدل اون سادابت تي تا بتي Exactement, oui. كوكو بونسوار Bonsoir tout le monde. تيدو شوية أول مرة نويك ما حنش نحكي وما با بارلي أو أسرو لو أسرو أي نحب شوية هكا نبدلو شوية هذا كل ما شوية. كل ما تجيني انفيتاسيون ديما بوغ بارلي استرولوجي ولا تيش نبدلو شوية ميم سي بوتيتر جو بي فير كيلكو هكا وي وي روبوندير ان بيتي بو باغ رابور وي 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 un autre angle de vue par rapport à ça, ça serait très enrichissant. Oui, oui, exactement. Exactement. Donc, Lila, je vais vous parler de choix et de choix. Alors, on va voir la définition de l'ego, que je vais vous dire. Peut-être que nous allons voir les exemples, nous allons voir les exemples de l'ego, que je vais vous dire dans le lien. Comment on détecte cet ego. Oui. Et là, peut-être je vais personnellement, je l'ai beaucoup étudié. Dans le sens de l'étude, je l'ai beaucoup étudié. Parce que je considère que j'étais un ego, mais je suis à la saqi. Mais n'est pas douche à la base, non? Exactement, j'étais un peu l'ego. J'étais vraiment sous l'emprise de mon ego. Je l'ai très bien étudié. J'ai étudié ce que les études, je l'ai étudié par rapport à les séances de coaching, donc, معلومات عامه على خاطر ما نجموش نتعمقوا خاطر فما حاجه تتقال معناها ما نتخذوهاش بالخايبه فما حاجه تتقال كان دون دي كور بريفي خاطر في الكور بريفي فما وعي يكون فما نسبه وعي تكون موجوده دونك الواحد ينجم ياخذ راحته باش يفسر وما يوصل يقول المعلومه كان ما ديجا عمل تمرين توت او لون كيلكو سيونس فوالا اكزاكتومون دونك باش نبدا نقول لكم نقولوا حاجه على ديفينيسيون جينيرال فوالا اكزاكتومون ولو انه هو ما فماش اون ديفينيسيون كيما نقولوا فيريديك بيان بريسيز هكا كي ا ايتي ميزوري سيانتيفيكمون كيما نقولوا مي باش المعلومه تتعدى بالساهل جوست باش نقول كو ليغو سي لو بوتي موا الاني الصغير نتاعي وبربي هوني فما كيما نقولوا ملاحظه تري امبورطون تبعوني مليح باهي
احنا اليوم رانا باش نحكيو ديفلوبمون بيرسونيل، يعني اللي قاري الايجو في الفلسفه ولا قاريه في بلايص اخرى ماهوش قاري اون بارتي بسيكولوجي اون بارتي ولا عامله جوست اللي سمعوا في الديفلوبمون بيرسونيل ولا اللي سمعوا اونيكمون في الفلسفه راهو ماهوش هذاك الايجو اللي نحكيو عليه. وما حناش نقص نحكيو على التقسيم النفسيه لفرويد، دونك جوست باش ما تدخلوش بعضكم خاطر نعرف برشا ناس عندها معلومات نجيو احنا نحكيو تدخل المعلومات في بعضها وتقول لك معناها هكا معناها هكا. اي خاطر فوالا اون بليزيور ديفينيسيون اون كيلكو سورت، فما برشا قراءات للموضوع كي ديفير انت وشنو هي السورس ولا شنو هي لو كادر اللي تحكي فيه. اكزاكتومون، دونك هوني ما حناش نحكيو على التقسيمه النفسيه دكتور فرويد. جست حبيت نوضح البوان هذايا كي تري امبورتون. دونك كي نقول لو بوتي مو اش معناها لو بوتي مو؟ انا نجي ريم، ريم ما نعرفهاش، نقول لها عسلامه انت شكون؟ اول حاجه باش تخطر في بالها تقولها لي تقول لي انا ريم علوش، والا تقول لي انا جو سوي كونسيير اون استرولوجي، ولا تقول لي جو سوي كونس اون كذا، ولا انا قريه كذا، ولا جو سوي دكتور اون كذا. يعني باش يعرف بنفسه على اساس الايدنتيفيكاسيون معينه. فوالا ليدنتيفيكاسيون نتاعو، يا اما باسم لا سوسيتي المنصب نتاعو في السوسيتي، يا اما بالنسب نتاعو عائلته، يا اما الاسم اللي عطاوه له بو وامه، اما عمره ما هو باش يعرف بالاناء الحقيقي نتاعو. داكوردو، دونك لو ليغو سي لو جو كو جو كخوا اتر، يعني هو هكا الاناء اللي نستخيل روحي انا هو. هو انا ديما زاد نقول هو الانا اللي نشوف به روحي في الناس وللناس، دونك نشوف يعني للناس. هو ريم كلامك صحيح، اما حسب رايي انا وحسب اللي عملته هو صحيح، اما دون ان سونس. علاش؟ على خاطر الايجو فيه اقسام. يعني نجم يكون في الديفينيسيون تاعك حسب الايجو مثلا اللي متجلي في صورتي عن ذاتي ولا في صورتي عن الناس، في صورتي عند الناس. يعني فما انواع كثيره نتاع ايجو، هذاك علاش قلت اللي نحكيو فيه اليوم سي معلومات عامه دي جينيراليتي. فوالا، دونك ليغو هذايا لو جو كو جو كوا اتر اللي نستخيل روحي انا، هو سي كوا ان فيت اي فورمي ا بارتير دينيرجي مونتال هومان. ومن هون نجم نقول لكم انه ليغو سي اون كرياسيون هومان دوبي لا نوي دي تون، يعني حاجة خلقها الإنسان وقت اللي اكتشف، بدا يكتشف في روحه، بدا يكتشف في لي بوفوار تاعو، بدا يكتشف في هو شنو ينجم يعمل. جوست انا نشوفها زاده سي اون مانيير دادابتاسيون للواقع اللي هو يعيش فيه، سي سي اون بروجيكسيون. هذا استرولوجي في التطبيق. تنغيشي ان بو المعلومات اللي باش نعطيو. اي دونك كيما قلت لكم إلي فورمي ا بارتير دينيرجي مونتال هومان، والانرجي مونتال هومان هي شنو هي؟ مجموعه لي ميموار اي لي كرويونس اللي عندنا، يعني لي ميموار كيل كو سوا يبداو يوصلوا حتى لي ميموار سيلولير نتاعنا، يعني حتى لي زونسيتر، لي زونسيتر دي زونسيتر دي زونسيتر، والحكايات اللي تحكيو لنا ou les croyances qu'on a développées tout au long de notre vie et qu'on est en train de développer. Parce que jusqu'à la fin de nos vies, on développe en cours de croyances. On développe des croyances, sans rendre... Il y a le cycle de la lune. Il y a le cycle de la lune. فرصة باش تنظف، كل شهر عندك فرصة باش تكمل أفكار معينة وتبدأ أفكار جديدة. Exactement. Et donc, l'ego, il s'accroît, يكبر au rythme de la multiplication des croyances. يعني على قد ما les croyances نتاعك يكبروا يتزادوا، على قد ما l'ego يطلع معاهم. زاد من لي كرويونس اللي سون اسي بروفون، على قد ما هو اقوى تحسو الي بلو معناتها انكارني في العبد.
Donc, Exactement, incarné ou il un ego surdimensionné, toi l'anel حقيقي بتاعك il est complètement rayé de la carte, ou كان l'ego هو اللي يتحكم وهو اللي يمشي فيك على حسب ta croyance, à la حسب les mémoires اللي عندك, à la حسب التجارب اللي عندك. En fait, pour que quand on dit mémoire راهو تجارب, des traumatismes مثلا تعديت بيهم, دي حتى راهو حاجات des expériences positives, يعني حتى des expériences positives, ils peuvent zedakifif être des mémoires, et ils vont accroître l'orgueil ou l'ego, une nage métaphore de la chose que t'as pas chopé. Donc, l'ego, je n'en vois pas fonction en termes. L'ego, en fait, quelque chose qui traduit, l'ego, en fait, c'est une création humaine, يعني احنا اللي خلقناه. الانسان هو اللي لافي لا كاباسيتي انه يخلق الايجو هذايا, ومن الايجو هذايا هي اللي قامت الحروب وقامت التقسيمات, وهذا انا هذا انديجين هذا Les امريكان idéologies. voilà les idéologies etc. donc si l'ego هذايا il croit qu'il nous protège. En fait, pour qu'il يطلع لك الصوت هذاك ويخليك تعمل حاجات, c'est parce qu'en fait, il croit qu'il te protège, de un, ou de deux, il croit qu'il a le droit de te dicter « je ne sais pas ce que je veux faire ». يعني يجيك يقول لك اه الانسان هذا هكا, لا تصرف معاه هكا, لا قول عليه هكا, لا زمر له هكا, احكي معاه هكا, شكون يستخايب روحه كذا كذا كذا. Oh, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un moyen d'adaptation. Chez Khalik Taïchou, le Weka Heda en sécurité, entre guillemets. Oh, il chouffe une sécurité. C'est ça. Exactement. Mais c'est une fausse sécurité. Une fausse sécurité. Il faut savoir que c'est une fausse sécurité. Mm-hmm. Et allez, la chope de l'ego qui fait chez Motivik le roux. L'origine de l'ego, c'est le roux. La peur qui se base sur des croyances, où il te motive à travers la peur pour prendre des décisions, qui t'aident une décision à la SS le chouf, tu fais un petit qui fait chawa aïe, je fais un petit peu. Allez, la majorité aïe, l'ego. Blocage partout, tu as ce que tu as dit, dans le bon sens. Voilà, toi, tu as dit. Exactement. Et on croit qu'en prenant des décisions à travers notre ego, on croit que en fait, on est en train de résoudre les problèmes. Alors que l'ego, il ne peut jamais résoudre les problèmes parce que l'ego, c'est l'origine de tout problème. C'est effectivement. Oh, l'origine de la logia en elle-même. Exactement. Exactement. بقدر الألم بقدر الإيمان. C'est assez proportionnel. Les proportions, les rôles comme croyance, peur, tout le monde, c'est proportionnel. يعني الايجو اذا ايجو طلع عارف اللي حاجه هذو ما طلع en plus حاجه من ما طلع سي بروفيسيونيل en plus quand on est ذاك على قد ما انت تعلى في الوعي قد ما الايجو يهبط اذا كان الايجو نتاعك مازال عالي راك ما طلعتش في الوعي سي سا يطلع في سلم الوعي الايجو نتاعو يهبط c'est un indice en fait c'est un indice نجم تفهم بيه en plus quand on est dans un état تاع peur ولا خايفين forcément les décisions ناخذهم بطريقه ما فيها حتى لوجيك ولا ما فيها حتى تفكير صحيح كلها ماشية باللي زيكوشون وباللغو كي ديريج معنا en termes de كيما survie c'est pas on est, on est pas en train de vivre on est en, en train de survivre donc l'ego c'est le mot exact on est en train de survivre et on n'est pas en train de vivre يعني منيش نعيش في الحياة اللي انا جاي باش نعيش باش نستمتع بها كل لحظة كيما اليوم الصباح نحكي لهم في الكور نحكي على لو مومون بريزون كيفاش احنا كي نعيشوا En fait, il n'existe, il n'existe que le moment présent. Ma femme, ma haja, qui existe en réalité, que le moment présent. Le passé et le futur, c'est juste des illusions. Hajet, qui n'existe pas. Ma femme, ma qui existe, quel est le moment Elle est en attawa en aouillet, katran, kadjin, nahki. Mais, femme, ma haja, elle est là, yom, que je te dois chier, c'est le nez, elle nous. Anna, je ne suis pas de cette école qui dit il faut tuer l'ego. Anna ma amri ma koul, il faut tuer l'ego parce que il ne tue l'ego que l'ego. يعني ما يقتل الايجو كان ايجو كيف. اكبر منه. فما ديفينيسيون انا نعم عزيزتي. كان ايجو كيف ولا اكبر منه باش يقتل. ولا اكبر منه. اوكي. دونك انا فما ديفينيسيون نتاع استاذ الله يرحمه واين داير. شو يقول؟ يقول ايجو اتش جاروت. يعني خرج الله من اللعبة. Et effectivement,
effectivement, cette définition, elle a le biban pour que je n'apprenne pas dans tout ce qui est ego. Et en fait, quand j'ai trouvé que l'ego, en fait, c'est un mélange entre les mémoires internes et les croyances internes. Autrement dit, les croyances, Dr. Ahmed Aymar, il s'appelle les asnam al-aql. Et il a raison, en fait, tu as signé, c'est parce que le Rabbi, dans le Coran, quand il parle des asnam, en fait, il parle des asnam al-aql, parce qu'il parle des marah al-marah. Et en fait, elle, comment je les appelle? Je les appelle les faux maîtres. Yani, l'ilah al-muzayyir. اللي هو هما لي كرويونس اللي معطليني في حياتي اللي انت كاينك تعبت فيهم هما وتمن بهم هما اكثر من اللي انك تمن بالمصدر ولا بالسورس الحقيقي. يعطيك الصحة. يعني ناخذ اكزومبل صغير باش نفسروها. يعني الناس الكل ديما تحكي على الفلوس، ديما مشكلتها فلوس. فماش واحد في الدنيا هذه ما تعرضوش ما تلقاش مشكلته فلوس. كل الفلوس وما نخلطش ونحلنا نجري ما نلحق كل شيء. السيد هذا اللي يحكي على الفلوس بالصفة هذه اون فيت لو فو ميتخ نتاعو هو انه الفلوس سي ديفوني ان ديو، دونك عمل شرك مع الله. يعني خلى الفلوس ان فو ميتخ بالنسبه ليه سي ان ديو، يعني بلاش فلوس انا باش نعيش. وهي الوغ كنساو اللي الفلوس راهي طاقه، فلوس جوست على خاطر هما عملوا لنا لا موني في بيسيغ. بل كانت فما ليكونومي دو تروك، نعطيك حاجه تعطيني حاجه، التبادل. يعني وليت تخاف تصنعوا حاجه اسمها موني فلوس في اللينين تتشد ما تغير شيء. نسينا كالتبادل، اون فيت سي حكايه جوست تبادل يعني طاقي. وليت الحكايه بالفلوس بالماديات بالفيزيك. دونك وليت الفلوس هي اله من غير ما نشعر. دونك شوفوا اتونسيون، راه كي نقولها كي فما ياسر عباد فون اتر شوكي. ما تتشوكيش خاطر انت دو فاسون كونسيونت بالواعي نتاعك باش تجاوبي تقول لي لا وفما ربي ونعرف وربي تو يحلها والكلام هذاك. اما انت قد ما تقولوا الكلام هذاك اسكو مشكلتك تحلت؟ دونك ما مشكلتك ما تحلت سي كل كلام اللي تقول فيه كلام ماهوش مرات في اللاواعي نتاعك. يعني في اللاواعي نتاعك عندك اله اخر ابار لو ديو معناها كي نوزا كري اللي هو مصدر كل الطاقات. عندك اله اخر اللي هو الفلوس، ولا عندك اله اخر اللي هو عرفك، ولا عندك اله اخر اللي هو الكونترا نتاعك، ولا عندك اله اخر اللي هو الشركه، ولا عندك اله اخر اللي هو الدوله. فوالا اكزاكتومون. وهذا هما من المنبع نتاع لي كرويونس. وراهو هوني كي نقولوا لكم الكلام هذايا، راهو لا لنا نلومو ولا نقولوا اللي هو وعي منخفض حتى شيء. خاطر كلنا اوني فاتيكابلا. انا قلت لكم انا واحده من الناس جيتي ان ايغو سور ديمونسيوني، يعني الايغو نتاعي تحول ولا اورغوي. نحكي لكم من بعد كيفاش الايغو يتحول ولي اورغوي، خاطر لا ديفينيسيون اللي خارجه سور لي ريزو سوسيو حتى من بعض المدربين يقول لك الكبر. الايغو ماهوش الكبر، الكبر هو الاورغوي اللي ايتاب تتعدى الايغو اقوى. نقول لكم كيفاش نوصلوا لها الايتاب هذه. والايغو راهو زاد انواع، يعني نجم يكون في صورتي على نفسي، نجم في صورتي قدام العباد. يعني ما نحبش صورتي قدام العباد تتهز. هذاك شنو؟ علاش ما نخاف من الجوجما؟ هذاك نجم راني انا زوجي. ينجم الانسان بلوزيوغز ايغو في نفس الوقت، معناتها عنده ايغو يقابل فيه الناس، ايغو مع عائلته، مع العباد اللي يخدم معاهم، انسي دو سويت. كم كيما الغلاب يعيش به في وسط ال فوالا اكزاكتومون. كل مره ينجم يكون في الفيكتيميزاسيون. لا فيكتيميزاسيون اوسي سي ان ايغو. يعني راهو ما تقولش ليغو كان شي في الحاجه وانا وش تلقى. لا لا، راهو ليغو حتى وقت يكون انا نعيش في دوله صحيه. اون فيت سي تو سامبلومون كون تو وقت اللي تسيب اك الكونيكسيون مع المصدر الحقيقي سي كو دخلت في ليغو. اكزاكتومون. هذاك هو لا فري ديفينيسيون دو ليغو. كيما قال واين داير ايدج جو داون، يعني نخرج الله من اللعبه ولا من الطرح، خرج ربي من الطرح كيما نقولوا احنا باللغه العاميه نتاعنا التونسيه. انديبوندمون بين الفريق، مي لو فيت انك تنحي الكونيكسيون هذيك سي كون بار ديغو. اكزاكتومون اكزاكتومون. يعني شوف اون بارل ديغو، وانا ديما حتى في جماعتي في الانستغرام يعرفوها، ديما نقول لهم المشاعر هي جي بي اس نتاعك. يعني بقدر ما عندك الم في حاجه، تو انت سيتواسيون عاديه متعدي في الشارع، واحد شق عليك نرفزت عليه ايغو، خاطر انت انكونسيامون عملت اون بونسي شي ستراي بروحه ما احترمنيش. عرفت خير مني وخير مني، عمل لي ضمر لي النيه هذيك الاخرانيه هذيك اللي حطيتها دوكا فاسون كونسيونت ولا انكونسيونت هكاها. وفات اللعبه ودخلنا في حكايه اخرى، قعدت نهار كامل ونسي سافا با. دونك
الله يخاطبنا اتخافير المشاعر نتاعنا، يعني دون لا كونسيون نتاعك فما حاجه ربي خليها لك بوغ كومونيكي افيك لوي. دونك وقت اللي عندك اون ايموسيون ا روسونتي نيجاتيف، عارف روحك ديريكتومون بوز طالع لا بون كيستيون، شنو هي البونسي اللي تعدات توا في مخي. وجينيرالمون سي اون بونسي انكونسيون، خاطر ال فيان دو نو كرويونس، ال فيان من لي تروما نتاعي، ال فيان من انا مثلا كي كنت صغير كنت نحس روحي مثلا ما يحبونيش، ولا كنت يقولوا لي انت ماكش باهي في القرايه، ولا يقولوا لي انت ماكش مزيان، ولا يقولوا لي اي حاجه. ولا ما دونك سي لي تروما. نعم، ولا ما تعرفش تتكلم، ولا اسكت، ولا انت ما عندكش راي. فوالا لي رمارك نيجاتيف اللي تقولك فوالا، ويوليو سورتو اذا كان يجيو من لي بارون، سي ديريكت، سي دي كرويونس يتحطوا تحت سيك ما غير ما نخمم فيهم. يعني مادام ان بارون قالهم سي كو صدق الله العظيم. يعني انت كانك انت ان بارون توا تتفرج فينا، راهو رد بالك على كل كلمه تقولها لصغيرك راهي تتحفر ديريكت فيه. تحفر ديريكت وياخذها على ان كل سماك احلى يولي في مخه سماك احلى عنده حتى وكان هي زرقاء. بالنسبه ليه ان بارون سي ان جو، بالنسبه ليه زيت انتوما اول ريفيرونس اول شخص بالنسبه ليه. سي سا بروميير ريفيرونس في الحياه، اول ريفيرونس يعتمد عليه. اكزاكتومون. Donc, tu as plus des exemples de la vie réelle, مثلاً, une situation معينة, مثلاً, qui fait une chose, qui m'a dit, مثلاً, قلت واحد قص عليه, la réaction اللي تعملها ولا الألم اللي حسيته في الوقت هذاك, c'est ce qui explique que c'est l'ego qui réagit. زاد فما سامحني فما ديكالاج دونك اي سامحني. نعم، كي نرجعوا زاد لحكايه الفلوس، خاطر برشا عباد بالحق عندهم مشكله يا اما في لي ريلاسيون في التعامل مع العباد ولا في التعامل مع الفلوس بيدهم. دونك دون بليزيور سيتواسيون تحس المعتقدات اللي مربوطه بالفلوس ديما معتقدات سلبيه، معناتها ديما الفلوس مربوطه يا اما بوسخ دار الدنيا كما يقولوا برشا مالوغوزمون، ديما مربوطه بحاجه فيها يا اما سرقه يا اما رشوه يا اما فيها انينيغ، معناتها ما تنجمش تكون حاجه نظيفه 100%. ديما معناتها فما ارتباط بك المعتقد هذيك. دونك ديما هو اون فيت معناتها علاش انا سميتهم ديكومتر، يعني سي ديفو ديو، يعني اله مزيف اللي نعتقدوا فيه. علاش؟ خاطر الاله نتاعنا جا قال لك في كتاب القرآن، قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. به يجيني توا واحد شي يقول لي هاكا ربي قال في الكتاب نتاعو، نفس الشخص اللي قرا الكتاب هذاك شي يجي يقول لك ربي قال في الكتاب نتاعو الفقراء يدخلون الجنة. يعني انت واحد من الناس ماكش قاريه كتاب القرآن وماكش متمعن فيه وماكش اون فيت ما خرجتش منه المعاني الصحيحه، مش تقول ياي والله بالحق ربي قالها. ما عرفش نقول لكم ربي كي قال الفقراء يدخلون الجنه، علاش؟ خاطر هي شفت المعتقد هذاك على الفلوس جايه من كلمه الفقراء يدخلون الجنه اللي محطوطه في كتاب القران. تعريف الفقر حاجه في القران لازمكم اول حاجه تشوفوها ايه محكمه ولا ايات ولا ايات متشددات، هذه اول حاجه. ثاني حاجه على لساني من قيل هذا الكلام، اسكو على لسان ربي ولا على لسان انسان اللي هو بشري واللي هو يمثل مرحله وعي في الاستواق اللي يحكيه لنا ربي. دونك ربي راهو يحكي ايه وقت اللي يحكي في القران يحكي لك على شخصيات ولا على رسل، يحكي لك على مرحله وعي. يعني انا تو كي نقول لك ابو لهب، وي ابو لهب شخصيه موجوده في التاريخ، اما هو ابو لهب توا شكون ما عندوش ابو لهب في الحومه ولا قرا معاه ابو لهب نهار كامل يشعل في النار، نهار كامل يعرف في هذا اتسيتيرا موجودين. فهمتوا؟ دونك احنا كي نجيو نشوفوا نلقاو لو كونتكست اللي تقالت فيه، انها هي ما تقالتش على لسان الله ولكنها تقالت على لسان بشر. الوغ كو ربي زاد في نفس الكتاب على لسانه شنو يقول لك الشيطان يعيدكم الفقر ويقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لو كنت خويا كيفاش تجي تقول لي أمك ومماتي وولاد خالة عمة أمي كلهم نسمع فيهم كيف سخ دار الدنيا تعاقوا على زوز فرانك، تولي وسخ دار الدنيا كي يشوفوا زوز عبيد تعاقوا على فلوس.
اما وقت اللي هو يكون اوبجيكتيف باش يولي كذا 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 كذا، يلقى روحه ما يخلطلوش الاوبجيكتيف هذاك. علاش؟ خاطر خاطر عملوا قد هذوك يوحى الخيمات اللي هي الفلوس وسخدار الدنيا، والا العباد اللي لاباس عليهم عباد حشيكم سامحوني في الكلمه، عباد خماش، ولا والعباد اللي صغير. هذيا تسمعها برشا في الكوتشينج. يجيني مثلا واحد دي زوم دافير كل شيء يقول لي راني انا وين نحط فلوسي، راني نخسر، راني كذا راني كذا. في وسط الحديث انا نبدا لو باش خاطر انا باش نجم نطلع اون كرويونس لازمني نسمعه يحكي، دونك جو لو بوس ا بارلي دو باغ سي باغ لا، باش نخرج له لي كرويونس اللي يقولهم دو فاسون انكونسيون. اي دونك دو كو تلقى مثلا يقول لك اه فلان ما مخميه هذوك، ما هذوك ربي عطاهم برشا فلوس حتى لين عفسوا في الدنيا، ولا كلام يتقال ونسمعوه ديما ونقولوه ديما. اي اون فيت الكلام هذاك اللي يخرج من عندك فاسون تري سبونتاني، C'est هذاك هو l'inconscient. اللي تقف عنده، هذاك Et هو là, الانكونسيون تاعك، ديما دي كرويونس. dis-moi les croyances par rapport aux flous. Qui m'a chouf l'arbitre? On a comme espèce, kulna kif kif, qui chouffni ena, enti l'arbitre, une aïe, je ne sais, à moyenne. On a les mêmes capacités. On a un mental, on a un moch, on a quel chose. علاش واحد يبدا لاباس عليه وواحد مش لاباس عليه، ولا واحد ينجم فاسيلمون يلاتير لاجون ولا يجيبه واحد ما ينجمش؟ سي بارابور واحد ما ينجمش. للمعتقدات نتاعو، سي سكي بلوك. كاين عندنا دي ريسبتور معينين، ولي ريسبتور نحنا نتحكموا فيهم محلولين ولا مسكرين بارابور للحاجه هذيك. كان انت تعتقد لي هي حاجه مسخه، حاجه خايبه، حاجه دونك طون انكونسيون الذبذبات نتاعك الكل اللي فون فيغ تو باش ما يدخلولكش، على خاطر هما ديفيني عندك حاجه خايبه. Donc jamais tu vas les attirer, elles sont définies عندك انت حاجه خايبه. Donc كي ما قلت انت une protection ليك انت، انهم ما يجيوش لحياتك وقت اللي تبدل مع Exactement. En fait, c'est ton inconscient, il va te provoquer des obstacles, باش يخليك ما توصلش للحاجات دي. والا il va تقدر te توصل، c'est ça. توصل اما يتفرفط مثلا ما يقعدليش. Voilà. كيما واحد ديما عنده ديما معتقد اللي فلوسي طايره، فلوسي تطير، فلوسي ما تقعدليش، فلوسي ما Exactement, exactement. Et en fait, هذيك ce qu'on appelle فما ان تيرم نستعملوه الى هذا الله محمد رسول الله، كما نقولوا مبلغ الراحه نتاعك. تلقى روحك ديما تدور تدور تدور، تلقى روحك في 20,000 ولا تدور في 20 30,000 في الفيستوش كاكاو بيخ الكورونا في الليفر كان عندك نتاعك. كيف عندك 10 مليون. فوالا اكزاكتومون، هو الليفر يبقى بروفوكي كل ده. دونك اسهل طريقه انك انت تبدا تعاود تعاملك مع الفلوس، بيسكو سي فلوس، هو سي ان فوماتر، مي سي كما نقولوا اكثر اكزامبل، ما اكثر حاجه العباد ديما عندها مشكله معاها. اول حاجه تعامل على انه الفلوس، ولو انه هو مش الموضوع بتاعنا ما ميسالش، تعامل مع الفلوس على انها طاقه. يعني والطاقه اش تحب السريان ندخل ونخرج، طاقه تدور يلزمها، دونك تحب السريان. ثاني حاجه حب الفلوس، اعطيها طاقه حب. نقولوا حب الفلوس اوتوماتيكمون باش يجي لبالكم لا كوبيديتي وحب المال وحاجه خايبه. لا، حب الفلوس طاقه حب، يعني مش امتلاك، مش انه يلزمني عندك، لا لا، حب 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 باش هي تجي. وانت اعتبر روحك ان بون، يعني وقت تجي تصرف الفلوس قول انا توا باش نفعل اسم الله الرزاق باش نرزق السيد هذا. يعني انت كي تجي تشري حاجه، واحنا السقسيه هذه عندنا الصنعه هذه الله يدينا فيها، اللي هي نبداو نقشقشوا على الدينار وال 500 ويقول لها 5000 يقولوا 4000. شوفوا سي هي عاده، وليت العاده هذه وليت ان اوتوماتيزم. بالحق انا راهو جون ريغول، اما راهو سي تري دونجورو. علاش؟ على خاطر السيد هذايا الى فالوريزي السلعه نتاعو ولا لو سيرفيس نتاعو ولا اي حاجه طون الى فالوريزي بهكاك. انت جيت شنو عملت؟ En fait, tu lui as imposé une valeur qui t'appartient, qui ne lui appartient pas. يعني انت عجبك شريت السوم نتاعو وما عجبكش ما تشريش. Tout simplement. حتى اذا كنت تعمل هكذا اون فيت استحقاقك انت للبشوطه، واش باش تولي انت قدام الكون، باش تولي انت انسان فقير، تستحق كان الحاجات نتاع الفقره. يعني حتى الفلوس كي تبدا باش تجيك تتوقف ما تجيكش، ولا اذا تجيك ما تقعدش عندك.
خاطر انت سامبلومون. با اون هارموني مع طاقه الفلوس، كي قلنا الفلوس طاقه، سي كو انت ماكش اون هارموني مع الطاقه هذه تو سامبلومون. اكزاكتومون. ويلزمك كي تصرف، كي تصرف ما تبداش تحسب فيها وما عادش عندي، لا والحمد لله عندي ما نصرف. يعني انت كي تعطي في الاخراج اعرف اللي انت شفت هي الطاقه اش تحب. الطاقه ما تنجم تدخل كي ما تفرغ طاقه، يعني فلوس جديده ما تنجم تقول لك كي ما صرفت من الفلوس هذيك. علاش احنا في ديننا عندنا الصدقات والزكاه؟ أخذ وعطاء لازم، فما فوالا اخذ سيرمون. وعطاء، ويلزم تعطي قبل ما تاخذ. يلزمك تعطي قبل ما تاخذ، كي تعطي ما تبداش تستنى. يعني مش واحد يقول اه انا صدقت اليوم وتو ما جاوني فلوس، لا كيف تفكر بالصباح ما يجيوكش. بلوكاج. يعني كي تعطي ولا تعطي وكعوة، انت معناتها لوجه الله الكريم نقولوا احنا معناها، على خاطر هذيك انا فاهم اللي هي طاقه. الطاقه يلزمها سرايين، يلزمها الدور. يعني انت في ترقد في الليل في بيتك، تقوم الصباح وما تحلش بيتك وتدخل، مش تلقى ريحتك غافه شويه، سي تو تافي نورمال ريحتك. نو كي تحل شنو يصير؟ الطاقات هذيك تخرج وتدخل لك طاقات جديده، تتجدد الطاقه والهواء يتجدد، والدنيا تتهوى والبيت تتنعوش، وتحس حتى البيت هكايا كانها تفرهدت. effectivement. اكزاكتومون لا ميم شوز مع اي حاجه، راه اوكي مش كان مع الفلوس. احنا انا خذيت ليكزامبل بتاع الفلوس خاطر نعرف اللي الفلوس اكثر حاجه العبيد ديما تحكي عليها. هذه هي وديما حاجه، تجيني، هذه حاجه. ديما تجيني مثلا لحظات من نوع توا نورمال واحد يخمم في الفلوس وميم طون يحب يرتقي بالوعي نتاعو، معناتها يعملوا فرق بين لا حاضر سبيريتواليتي و لو كوتي ماتيريال. ديما 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 يخافوا، ديما يخافوا يخافوا، يقول لك انا جو سويز ان اتر سبيريتوال دونك جو نو بارل با دو Pas مادام. de لا maintenant. Or, هي الحياة سي با تعمل فري، خاطر هو سي ان مويان وهو زينة الحياة الدنيا. شحال لك ربي زينة الحياة الدنيا، يعني باش يزين لك، باش يزين لك دنيتك. اما هي وخلقنا من كل شيء زوجين زينة، يعني تنجم تكون زينة تهزك للفتنة، تنجم تكون زينة تزين لك حياتك وانت تستمتع بيها. Ça dépend de هوني toi. نحن اون بارل ديغو، اني نحكي نتفتن باللي عندي وننسى ربي وننسى اللي هو لا سورس دو تو، ونطغى ونولي نسخه لروحي كذا خاطر عندي الفلوس. لا لا L'aîné, c'est le دونك père de l'ego. بالعكس ان اتر سبيريتوال هو بالعكس معناها التزهد ديما والخير الدنيا والهدف قايمة، الدنيا. أي ديما نعطي ليكزومبل، كيما الدنيا فما نهار وليل، فما توجور فما هكا البولاريتي قائمة على والتحولات، الإكيليبر، ديما ان أفضل اكيليبر هو من كي الله. كري ليكزيستونس نتاع الانسان في المومون ريال معناتها. دونك لازم فما الجانب هذا والجانب هذا، هذا لا ينفي هذا، ما يتعاركوش معناتها، ديما ما يصحبهم يتعرضوش، يتعاركوا ما بالعكس يتقابلوش، بالعكس بالعكس بالعكس. وقت اون عندك بارل دو سبيريتواليتي اي موا جو سوي سبيسياليزا اون سبيريتواليتي، الحاجه هذيا عاونتني برشا في علاقتي مع الفلوس. على خاطر قبل ما قلت جيتي ان بيغ ايغو، كان بالنسبه لي الفلوس هي المصدر، كان ما عنديش فلوس ما نجمش، كان ما عنديش فلوس. كان عندي معتقدات انه كان ما عنديش فلوس اه ما نجمش نبدل هكا، ما نجمش نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. كيفاش نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل؟ كان ما تغلبتش على الكرايونس هذيك نتاع حكايه الفلوس، راهو جو نسخي با سو كو جو سوي اوجوردي. effectivement. فهمت كيفاش؟ وقت اللي فهمت انه الفلوس عمرها ما كانت تتعارض، ولا الفلوس اونيكمون ان مويان، حاجة باش تخليني نوصل للحاجة، وحاجة زادا كي تخيز امبورتون. رد بالك عمرك ما تخلي الفلوس ان اوبجيكتيف، الفلوس طاقة ما تنجمش تكون ان اوبجيكتيف. C'est un moyen. قل لي بانا نحب يولي عندي كذا على خاطر باش نعمل كذا، مش اونيكمون على خاطر باش يولي عندي فلوس. لا انا نحب C'est مثلا pas نربح le 100 مليون باش نعمل فواياج، ولا باش نعمل مشروع، ولا باش نعمل حاجة. اوكي تقول نحب نربح 100 مليون وكهو، لا لك علاش العباد اللي تلقاها تربح في اللوتو في امريكا وفي فرنسا، تربح بعد عام بالضبط، تربح فلوس معناها ما يوفيوش نورمالمون، بعد عام بالضبط تلقاهم رجعوا زيرو مليم ولا يعني بالزيادة. علاش؟ خاطر علاش؟ خاطر سي الفلوس اوبجيكتيف اون بلوس. وقتاش الفلوس تولي ان مويان؟ وقت اللي يبدا الانسان عنده ليسبري نتاع الاستثمار، معناتها يستثمر في الشيء. دونك فما ليسبري دو هذيك هي انفستيسمون. الزكاة، وهذيك هي الزكاة. الزكاة مش اونيكمون كما فاهمينها احنا جست اني نصرف نخرج فلوس على كذا ولا على، لا الزكاة راهو حتى انك تزكي نفسك وقت اللي تو انفيستي سيغ توا ميم، وقت اللي تو فا تو فيغ اكومباني، وقت اللي تشري كتاب تقراه، اللي تصرف على روحك دي فورماسيون. موني على حكايه دي فورماسيون بيسكو احنا في التيماتيك نتاع لي كو، فما ياسر عباد عندهم انه انا ما نعمل اون فورماسيون كان ما الفورماسيون هذه تكون فيها شهاده.
يعني انت معلق القيمه متاعك على الشهاده مش على القيمه اللي باش تاخذها على استثمارك في نفسك. وي يعني انت ناسي انه اقوى استثمار هو استثمارك في نفسك، خاطر هو الاستثمار الوحيد اللي يجيب لك الفلوس. كانك انت ما تعرفش استثمارك في نفسك هو الاستثمار سي الوحيد اللي يجيب فلوس عليه. الرزق افكار، الرزق افكار. يعني قد ما انت تطلع في درجه الوعي، قد ما انت يكون وعيك محلول، قد ما انت عندك معلومات، معلومات تستعمل فيهم، قد ما ربي يخطط الافكار تستقبل افكار اكثر، تشوف حاجه تك هذه 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 هذه، واللي عندك انيسكي هكذا دي ريفلكس، عندك انيسكي اناليتيك، عندك كذا عندك كذا، عندك دي وعمرك ريفيرونس، زاده ما تكون عندك دي ريفيرونس اصح بالضبط. خير، معناتها دي ريفيرونس يخليك تقدم اكثر من انك توخر. دي ريفيرونس يدزوا لي ريفيرونس القدام اللي هما مخلينك بلوكي ولا ترجع بتويل انسي دو سويت. دونك اكبر استثمار هو استثمارك على نفسك. ولاني فما ان بروبليم زاد انا نحسه، انه مثلا كما قلت لك المشكله نتاع لي بولاريتي، انه زوز حاجات ما يتقابلوش بالنسبه لي هما شخص يحكي على سبيريتواليتي ولا يحكي في الكوتشينج، ولا واحد انت تعمل فيه ربي معناتها يقول لك انت هذه حاجه باش فيها لا انا العباد. قلت لهم حاجه هنية اي حكيناها قبلك اللي هي الاخذ والعطاء. يعني الاخذ انا في انا اليوم نجي نعطيك معلومه، المعلومات اللي قاعدين تاخذوا فيهم في اللايف هذايا هما معلومات نورمالمون اي دوفري اتر بيونت. دونك انت لا موندغ دي شوز وقت اللي تاخذ تعمل عمليه الاخذ، جي انت توا تتفرج فينا تاخذ المعلومه، المعلومه هذه ما عطيتش حقها. احنا ما قلنالكش اعطي حقها فلوس، بس كي سباس ان وقت تاخذ الطاقه لازمك تخرج اون كونتر بارتي الطاقه. الطاقه هي اللي تنجم تكون، تنجم تكون كلمه شكر، تنجم تكون ان بوتي كور، ان بارتاج، اي حاجه. شفت في اللحظه اللي تعمل فيها العطاء معناها لا كونتر بارتي، المعلومه هذيك نو سولمون تدخل في الادراك بتاعك، نفسك تتذكر. علاش؟ على خاطر هذيك هي اخذ وعطاء، هذيك هي سي اون لوا، سي اون لوا هذيك يلزمك تعرفي تخليك باش تاخذ وي اللي تخليك ان تعرفي هارموني مع مع الطاقة الطبيعية معناتها، معاك. ماهيش ان فوالا كونتر. اكزاكتومون. دونك فوالا. دونك سي دو ليغو. وقت اللي انت تجي تقول ايه هذا كسر لنا روسنا، هو نهار كامل يقولوا بربي بارتاجي وبربي كذا. احنا مثلا ريم ولا انا، هو ريم نتسمى نعرفها بالكدا، ريم ولا انا، كي يجي واحد يقول لك بربي بارتاجي الحاجه هذيا ولا بارتاجي لافورماسيون، عارف علاش احنا نقولوا بارتاجي لافورماسيون؟ باش نعطيكم معلومه تسوى مليون مليون دولار، اللي هي دولار بسيطه جدا لكنها تسوى مليون دولار. تعرفوا علاش ولا؟ على خاطر بقدر النفع سي بروبورسيونيل، قد ما انت تعمل نفع قد ما ما يجيك الرزق نفع. يعني نفع انك تعمل بارتاج. شوف كي انت تعمل بارتاج انت خليت نفع، انت نفعت ديجا وغيرك استنفع، وانا وريم النفع نتاعنا زاد، معناها الى دوبلي. مثلا نقولوا توت لي بيرسون كي اون فو الى دوبلي. شوف انت شنو خديت اجر، انت خديت اجر على روحك النفع اللي عملته، وخديت اجر علينا، النفع اللي وخديت عملته اجر على كل واحد استنفع من الحاجه هذيك. وانت قاعد جوست كليكي سور ان بوتون بارفوا تسمح بالعب. العباد تحسها تجيب مثلا نوعية عباد، معناتها كيما قلت انت ليغو كي اوبير هو اللي كي يحرك فيهم. دونك يقول لك فاش قام انا وشنو استفدت وشنو معناتها زادوني وشنو هي اللي باش يزيدني، اي سورتو شنو باش يزيدني. ديما يخمم دون سو سونس لا، ديما يخمم انا شنو خديت، اي انا خديت انا منهم شنو ربحت، انا بارتاجيت لهم انا شنو ولا ربحت. باهي نقول ولا لكم حاجه، ما جماعه يحبوا ياسر نحكيو على الفلوس وعلى زافيريست ولا بيزنس مان وكل شيء. اقوى لي بيزنس مان ديما الاستراتيجي نتاعهم غانيون غانيون، يعني ربحك ونربح روحي. ديما وي وهذاك هو ربي شنو يحبنا، يحبك تربح غيرك وتربح روحك، ربح غير. وهذاك هو الاخذ والعطاء ديما، سي اون استراتيجي غانيون غانيون. سي ان فلو لازم هذه هي معناها اخذ عطاء، اخذ ما عطاء، اخذ توقفش. عطاء. اون فيت ما توقفش المعلومة عندك، سي سا. انت كي توقف المعلومة عندك كأنك قصيت الفلو من شيرتك، دونك كأنك انت اكزاكتومون. قصيت قصيت. وانت كي تقص الفلو من شيرتك، فما شكون باش يجي يقص عليك ان فلو من شيره اخرى؟ سي ان كارما قانون. نعم. يعني مثلا باش نعطيكم اكزومبل، في بيريود كونفينمون، كونفينمون ديرني
العبيد ولات شنو تمشي تشري الفرينة، هي تلقى عندها مثلا الفرينة. دونك ومثلا مشيت، باش نعطيكم اكزامبل، انا مشيت انا وراجلي دخلنا المغازان سوبر مارشي كارفور، كديت عديت من قدام الفرينة، ما شريتش انا فرينة يا اخي، قال لي هاو فما فرينة وابارامون ما فماش فرينة وكل شيء اشري. قلت له انا في الدار ديجا عندي باكو وعندي الدبوزة، معناها باكو مسكر والدبوزة معبية، معناها دوك جون لي با بوزوان. قال لي ما هو بالك شي ما نلقاوش، بالك شي كذا بالك شي كذا. قلت له شفت، باش نحكي لك حاجه، قلت له شفت مادام انا عندي البرودوي هذاك عندي في الدار، وكنت انا نعرف اللي هو عندي، ومشيت خذيت حاجه اللي هي ديجا عندي، انا ما نستحقهاش. تعرف انا شنو عملت؟ انا فكيت رزق نتاع حد نستحقها ما عندوش، اي دونك تكون عارف اللي انا مستحقه الحاجه اللي كان مانيش باش نلقاها، والحاجه المستحقه راهو كل سوا مش معناها فورسيمون فرينه، اي حاجه اخرى. والحمد لله والشكر لله، عمري ما فما حاجه مثلا نقصت ولا هذه ما فهم. الحمد لله يا ربي، قد ما صاروا دي كونفينمون، قد ما صاروا هذيا ما فماش تقطع هذيا كذا، الحمد لله والشكر لله. علاش؟ خاطر عودت روحي ملي فهمت حكاية ليجو هذه، واللي درست واللي خدمت على روحي قبل ما نخدم على العباد، فهمت اللي انا كي ما ناخذش حق ونخلي حق العباد، اون فيت ربي يجيب لي حقي وانا قاعده. هذاك علاش العباد اللي تبدا تحكي باغيكو، قال فيا لازمني ناخذ حقي ولازمني نوريه ولازمني نسقيه من نفس الكاس اللي لازمني الرجاء الكل، ويبدا عامل، عرفت مش عامل تسامح، وعنده هكية هنا تقية معنا بيرسا، كانه في شكر القلب عنده احتقان، عنده نكتة تحلى في الشكرة بتاع القلب نتاعو، مثل العبد اللي يقول لك انا ما نسامحش، وحتى لين نموت اللي صار عليكم ما نسامحش، ولا شو هذاك فريمون هو اللي معبي بطاقة سلبية، الوغ كو شخص آخر عايش حياته عادي، ما هو اللي مريض، الشخص اللي ما سامحش هو اللي مريض. هو علاش مريض؟ خاطر ماشي في باله كي باش يسامحه معناها الشخص الآخر طيح من روحه، طيح من روحه. ألوغ كو نو، ألوغ كو ربي خلقنا وكرمنا بني آدم، فيه ما معاهاش حديث. لا تجي تقول لي طيحني قدري، لا تجي تقول لي ما عمليش قيمتي، حتى عمرك ما تسمت قيمتك. وليجو هو لازم يحكي الفراغ إنه تسمت قيمتي من الناس. يعني أنا مثلا وقت اللي يجيني في الانستغرام واحد يبعث لي مساج، ويا مدام ومحليك ويعيشك وكل شيء، وي سي بليزير، مي انا سو كي مو فغي انكور بلوس بليزير مش انك تقول لي محليك ويعيشك، انك تقول لي والله المعلومه هذيك اللي عملتها انا حياتي تغيرت في هكا وهكا، هذيك فرحتي الكبيره. فهمت كيفاش؟ دونك سي 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 معناتها كيف، وراه واش نقول لكم حاجه، مش خاطرني نحكي هكا معناها راه ما عنديش ايجو، لا هو يطلع لا لا انا انسان كيف كيف ريم كيف كيف، معناها راه اون باس باغ دي مومون، وقت اللي لي مومون نتاع الضعف نتاع الانسان وقتاش جينيرالمون تلقى روحك مقلق شويه ولا مريض شويه ولا تاعب فيزيكمون، تاعب تلقى روحك تي سوبمرجي باغ لي زيموسيون، والا en période de full moon la hormonalement ça va pas, et les croyances donc عندك عوامل يخليوك انت كذا، والا زيدا دون دي مومون دي غارمون، خاطر انت ماكش ماكش تو ني با اون بيرسون بارفيت، يعني ميم كيما نقول معناها. مي شنو هو الفرق بين انسان واعي يغلط، انسان اقل وعي يغلط؟ انت تو كي وليت انسان واعي الغلطه بفرقه، شو معناها الغلطه بفرقه؟ يعني تحسها اكثر، يعني كانك انت ديما تجي الاول في المات، ديما تجي الاول في المات، ونهار جيت خذيت 13 ولا 10 ولا تحسها اكثر، انت ديما الاول. سي اكزاكتومون لا ميم شوز، اما هذا ما يعنيش ان اون اي توجور، لا لا سي با فري، ما فماش فما اون لوا اون ابيل سا لا لوا دو ريت، يعني فما دي سيك، يعني مره الفوق مره الوطا، وهذيك هي الحياه، هذيك هي الحياه سي فري. دونك احنا واحنا اون اي في دو هرمون دو معناها لو كور نتاعنا، مش اي اون فيت هي في دو هرمون مشاعر، عندنا عندنا عباد تعيش معانا، عندنا اعصاب، عندنا تعب، عندنا عندنا حاجات مش فاهمين بيهم. هو حال سان اكزيست با، انه حاله معينه دائما على انفيني سان اكزيست با،
بوزيتيف التحكيم قانوني. كل شيء قائم على دي سيكل، الحياة كلها قائمة على دي سيكل. Exactement. Exactement, exactement. Si tu es la mieux placée pour parler des cycles, surtout au niveau de l'astrologie, qui fait chaque année une année, une année, ou d'avoir un tel kawaii, ou d'avoir un tel hadi, ou hadi qui tourne une semaine année, d'année tout seul, bas dans le coin, ou maintenant je me trouve ou qu'aide ou qu'aide. Allez, Et كل شيء عنده je. كل شيء عنده raison، كل شيء عنده un effet pour faire sortir quelque chose باش نرتقي، يا اما في وعي Exactement. جمعي، يا اما فكر معين باش يتبدل، يا اما تصرفات معينه باش تتبدل. إذا كان ما غيرتش روحك بروحك تجيك حاجة تبدلك، فوالا سي وإذا كان لونيفر ما تبدلتش اوبيرا، بالحاجة اللي جات تبدلك مش تقعد تتعاود لك حتى لين تتبدل. سي ان سيكل. فوالا تتاسك فما حاجة تو على حكاية تبدل، خاطر قبيلة بركة جاني أميساج دون سو سونس، كيما ديما فما أميساج أسمع إش معناها كيفاش نجم نقراه لو ميساج هذا دو لونيفر، راه فما حد ينجم يقرا ميساج كان أنت تنجم تقراه. سا يعني ديبون ما انت تبع حتى كوتش لا فيزيون تاعك. وحتى حد ما ينجم يقرا لك لو ميساج ابارك انت اللي عشت الاكسبيريونس. انا نجم نعطيك دي سين، ريم تنجم تعطيك دي تعطيك دي روبير، تقول لك هيدي، تقول لك على خاطر، اما الرسمي اللي يلزمك تعرفه كاين انت من داخل، ديما تعرفه كاين هذه انت من نحسها داخل. سورتو وقت اللي نعمل باغ اكزومبل نحكي على نيو مون ولا فول مون ولا طاقة عامة، يسألوني وين كيفاش باش يأثر عليا، وين انا سا كيفاش ديبون دو توا، نتعامل انت فانا ستاد في حياتك، انت التركيبة النفسية نتاعك، نوعية حياتك، انسي دو سويت. دونك تو فا ريسيفوار الطاقة هذه بطريقة مختلفة على انا وانت، اوني اونيك. ديما نقول اوني اونيك انت لا بيرسبسيون نتاعك تتبدل حسب لي فيلتر اللي عندك، لي كرويونس اللي كنا نحكيو ايفيكتيفمون. فيهم، درجة الوعي نتاعك، قداش خدمت على روحك، قداش تعلمت دروس، بديت تتبدل ولا ما بديتش تتبدل اتسيتيرا. لي كو زاد يخليك ديما، زي ما بدينا نحكيو على الوعي وكل شيء، يخليك ديما تلوج على ريزولتا. عيا فما ريزولتا ما فماش، كان ما فماش عطاها سي بون، هذايا الكل كذب، هذايا الكل كذا، هذايا الكل كذا. علاش؟ على خاطر الايجو يتغذى على لي جوجمون، يتغذى على النميمه، يتغذى على حتى الحاجات الخايبه الكل، عرفهم كانوا مش تابعين الدين، واحنا ديما نعملوا فيهم كوم كوا هذاك هو هذاك على شنو يتغذى يتغذى. منهم effectivement، يتغذى لذلك الأساس بتاعه ويكبر بيهم en fait، يكبر بالطاقة هذه. يكبر بالطاقة هذه، بالطاقة هذه، بالطاقة اللي هي جينيرالمون سي طاقة كيما نيجاتيف. par exemple انت تعطي الشخص مثلا في لي سيونس معناتها دو كوتشينغ ainsi de suite، تعطيه ان اكزرسيس افير ولا حاجة، يقول لك زعما او بو دو كومبيان دو جور انا باش نبدا نحس، و c'est pas comme en fait tant que انت ما رابط روحك بالريزلتا il y aura pas de résultat، il faut ساعة Exactement. تستمتع بالبروسيس بيدو، تعيشو كيما هو، تشوف روحك انت معناتها tu es conscient بالخطوات اللي تعمل فيهم وتستمتع بيهم. هو الغلطة جاية ان فيت من السيستم ايدوكاتيف نتاعنا، انه احنا effectivement تربينا انه انا نقرا 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 باش نعدي الامتحان وننجح في الامتحان هذاك، وبعد يا قريت جو مون فو ننسى، pour avoir le دونك الدنيا diplôme اللي تعدي الامتحان باش تتعلم. pour العكس avoir مدرسة نتاع الدنيا سي كومبليتمون لو كونتخير، وانت هوني ربي حطك في الدنيا هذه، راهو حطك باش تسعى، مش طالب منك ريزولتا. كيش هو يقول لا اله الا الله، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، كان صدقني ربي. يعني أنت وإن سعيك سيرى، هذاك هو اللي باش تحاسب عليه، وباش يحاسبك حسب مرحلة وعيك. يعني ما تخافش، تبداش تقول أنا كذا وتجري، لا لا امشي بشوية بشوية، المهم مسعى، المهم مسعى، ربي يعرف، يعرف إيش عندك لداخل، حتى لو كان أنت تتظاهر كذا، يعرف أنت شنو عندي نويت، يعرف une أنت personne كذا. qui نعرف كان تعرف الشخص أمين بوزيتي، tu connais la personne؟ il veut participer au live mais je connais pas. Je connais pas. Donc tu peux nous écrire S'il te plaît, merci. juste نكمل الفازة دي. Les personnes qui vont se laisser envahir par l'ego derrière. يعني ليغو هو كي va te dicter ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. لازمني هكا، لازمني هكا، سوا على خاطر نحب ديما صورتي قدام نفسي، ديما انا لا بون بيرسون الكذا الكذا، يا اما صورتي قدام العباد ما لازمهاش تتهز، اما صورتي قدام العباد هي جينيرالمون اش باش يقولوا عليا، ديما الكيستيون اللي تجي في مخك ليش باش يقولوا عليا هكا.
نعمل هكا. بدي تسمعها عند الأمات، ليه ما تمشيش هكا؟ شو يقولوا عليك دار فلان؟ شو يقولوا عليك دار فلتان؟ وهذاك كيفاش تبدا تولي انت تتكون تعمل لك هذيك. الغوبيراج بارابور لفلان وفلتان. فوالا، فعطوها فلان فلتان، اش باش يقولوا عليا في الخدمه، اش باش يقولوا عليا راجلي، اش باش يقولوا عليا مرتي، اش يقولوا عليا صاحبتي، ليه باش يقولوا حتى عباد ما تعرفهمش، ليه تو يقولوا هذيك ولا عبيد في مليش الشارع هذيك عنها. ولا حتى عباد الشارع، حتى العطار، حتى الصغار. ذكر انا مره فما رحت عبيد ملي يقول كنت نحس في وحدي روحي في العطار البيت. وقرفي، فما عبيد سو سونت كي يخرجوا للشارع ولا يمشوا في الشارع يقول لك نحس العبيد باش تغزر لي، ولا العبيد باش تلاحظ انا شو لبست، ولا انا كيفاش تصرفت، ولا دونك ديما نظرة الاخر الي لا الي بريزونت معناتها اللي هي فيها. مرة أنا قالت لي، مرة من دو مي كوتشي نذكر دون لو تون، قالت لي حتى العطار خذي فيا باي، يعني دون لو سونس تدخل في حياتها وكل شيء. دونك خذوها قاعدة، ما ينجم يتدخل، يل بوز امبوز ان شوا كيل كو سوا لا بيغسون، بوك، امك، راجلك، ولد عمتك، صاحبك، عرفك، حتى حد ما يل بو فوز امبوزي كيلكو شوز اموان كو انتو بحاليتو خليك البيت فهمتوا. حتى لو كان بوك، علاش؟ على خاطر الانسان خلق حرا. وهوني كنقول حتى كان بوك ولا امك، مش عاد ما كلهم بروفيتي با وتبداو تعملوا حاجات على كيفكم، تقولوا راكم في القالب. هوني كنقول الحريه، يعني يجي واحد مثلا يقول انا حبيت نقرا القرايه هذيك وبابا ما خلانيش، دونك انت في مخك انه بوك اللي فاتمبوزي القرايه ولا امك اللي فاتمبوزي القرايه هذيك ولا حاجه، ديجا انت حليتوا الباب. دونك انت نسيت وعملت ان اوتر كوميتر اللي هو لو بارون، نسيت اللي انت شكون السورس الاصلانيه اللي هي بيدها كل شيء واللي هي تنجم تغير الاحوال اون كلاكمون دو دوا. سي سا ديما نرجعوا لك الكونيكسيون اللي نخليك اللي بعد. انا كيفك انت. alors je disais donc les personnes qui sont sous l'emprise de leur ego بيخليه l'ego بتاعهم il prend le dessus le relais. voilà jusqu'à arrive un moment où ils sont vraiment convaincus qu'elles sont supérieures aux autres personnes que هي تعرف خير من فلان على خاطر انا طبيب ولا على خاطر انا دكتور كذا ولا على خاطر انا كوتش ولا على خاطر انا امك ونعرف خير منك ولا انا ابوك ولا انا عندي بلوس كل كسوة يخلي لك الليغو يولي سور ديمونسيوني ان فيت سكي سباس اي فون ديفلوبي سكو نابيل لورغوي ولورغوي هي حاجه اخطر في الايغو من ليغو لورغوي سي ان ديباسمون دو ليغو اي لي انكور بلو نويزيبل كو ليغو ليغو وقتاش يل سو ترانسفورم اون اورغوي وقت اللي انا جو ديفيان اون بيرسون كي فو امبوزي سي كرويانس يعني انا نعتقد انك انت لو كان وهي حكايه فارغه دو شي فارغه ما باش نعطيك اكزامبل نسيت على الاخر تعتقد انه ولدها يخرج ما غير بلوزون باش يمرض جي تقول له انت وكان تخرج ما غير بلوزون باش تمرض الوغ كو هو الي كونفانكو هو ماهوش باش يمرض دونك هو في مخه مبرمج مخه انه ماهوش باش يمرض صدقني ما يمرضش ما يمرضش خاطر احنا لو فيزيك يسوي لو مونتال انت كل كرويونس خليك تمرض ولا ما تمرضش خليك عرضة لهذه ولا ماكش عرضة لهذه توتي لا توتي معناتها موجود عندنا في البروغراماسيون اوريجينال نتاعنا اللي حطنا ربي دونك انت نعطيكم اكزومبل تري سامبل معناها اي تو فو لوي امبوزي الكرويونس نتاعك تطلع ولدك من مراض غيان كو باسكو طال الكرويونس نتاعك تاخذ اوركوي منك انت لا ولدي يلزمو يسمع الكلام وكل ولدي يلزمو يسمع الخوف هي خايفة عليه دونك سورس ديما الأولى هي الخوف اللي تبني عليه الأورغوي هذا اكزاكتومون احنا قلناها بالأول ديما سي سورس لا بروبوني ديما السورس هي الخوف باش تجي تقول لا بومون ماني أنا خايفة عليك ماني ما نحبكش تمرض ماني ما نحبكش كذا ماني ما نحبكش كذا فهمتوا كيفاش وبربي بربي بربي حتى واحد يبدا يحرف في كلامنا ويهزوا الاثنيات ما احنا ما قلناهمش داكورد وخاطر نعرفهم الحاجه دي ما كنت قلت المره الاخرى هكا لا نو مش معناها خلي ولدك يخرج يعمل كيف ما يحب انا جوست اعطيكم ان اكزامبل انت دورك en fait بارون الارشاد وليس l'accompagnement الترهيب c'est ça l'accompagnement وليس الترهيب داكور دونك وهذيك حكايه كيلس ويسمعني هي راهي فيها حكايه الطاعه وكل شيء كنحبوا تو نهار اخر نحكيو فيها به دونك
العبد هذايا وقت اللي جو تحول الاورجوي وقت اللي يولي il veut imposer une croyance والا il veut imposer un comportement à une autre personne. وهوني باش نجيو للعلاقات كيما ريم كانت تحكي قبيله انه وقت اللي فما اورجوي علاقات تولي زيرو اي سورتو اون امور. L'orgueil et l'amour, mais ça je me suis dit, marche. allez, tout simplement, un timbre, ou dis, un de ça, de quoi la chatib, de quoi la rage. Mais je suis venu, je sais que je suis mais j'ai oublié Warda. À la chatib, elle a voulu lui imposer un comportement qui ne pas le tien. Il n'a pas dans son langage d'amour, maintenant, langage d'amour, il est dans les services. Il te rend service pour te montrer son amour. Et tu ne sais pas ce que tu as dit. Donc, je dis trop, tu ne sais pas, tu provoques moi, je ne sais pas, tu 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 la base. Et on veut imposer ça aux autres personnes. Les اسمع غدوة أقعد ميلاد دي غدوة جيب لي كذا عمل لي كذا قدام دارنا جيب لي كذا زمر لي كذا أنا ما نحس روحي وشوفوا هون خطورة لونجوي أنه لونجوي صحيح أنا ما نحس هي هي لونجوي أنا ما نحس روحي مرأة كما يعمل لي هكا أنا ما نحس روحي علاش خاطر لونجوي لونجويو il veut se rapprocher du perfectionnisme du parfait du modèle parfait. هو إلي Donc, oui. ça fait grande peur. Donc, هو l'orgueil, en fait, c'est une grande peur pour soi-même. Allez, je crois que comme l'ego, toujours dans... J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai vu le alarme l'alarme rouge, mais c'est pas possible. Dany, tu te fais le tic, le dany, le téléphone est tendre, tu te calmes, ça fait le col, tu te calmes, drachon, drachon. Asma, je vais te dire une anecdote. Madame, Andy, une coachée, elle était en instance de divorce. Et qu'elle a donc, elle voulait se faire accompagner. Et donc, du coup, t'as qu'il est prête, Léouina. والله سألت عبيد على الفازة اللي وعلى الفازة اللي عملها لها رجلها اللي بش تطلع على خطرها معناها حكاية يسر معناها مش تشوف انت قالت لي انا مشيت سألت واحدة تفهم بالكدا بالكدا قلت لها شنو سي سي معناتها نستخيل انا واحدة تفهم بالكدا نستخيلها اون كوتش سبيسياليزي دون لي غولاسيون دو كوب على حاجة قالت لي ليه جارت ماما مطلقة 5 مرات عندها اكسبيرينس قلت لها تبارك الله عليك مشيت لوحدها عندها اكسبيرونس في الطلاق مش اكسبيرونس في الحياه السعيده دونك تخربت لك حياتك اون ريفيرونس بالنسبه ليها فوالا قالت لي ليه هي من اهل الذكر معناها شوف على لي كرويونس من النجم يوصلونا دونك لورجيو اللي وصل لمرحله لورجيو شنو يصير ويولي لا بور نتاعو اني تيلمون كروند que Yousel, il est motivé par la perfection. Il dit mal être ma zouji ou ma partenaire, dès qu'elle soit parfaite. Quand il l'a fait, les musiques du monde, les musiques du film, c'est que des les hommes, 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 les dis mais c'est pas suffisant, c'est pas ça. Oui, parce que on est l'ego, il est motivé par les peurs. Il nous motive à travers la peur, ou l'orgueil, il nous motive à travers la perfection, l'atteinte de la perfection. Ouais. Alors que on ne peut jamais atteindre la perfection. La perfection, dis mon couloir. La perfection n'existe pas. N'existe pas. Oui. C'est warm. On n'est pas des voilà, bah, la perfection, elle n'existe pas. Ou une chose, elle n'a pas une semaine parfaite, une semaine non parfaite. Ouais, c'est relatif. C'est relatif les perceptions internes. Une qui sera, une qui sera plus, chou à l'historique de Dieu, chou à Christ, chou à mal, etc. Et femme à l'ego, etc. Donc orgueil et amour, orgueil et relation, après les relations, rare, ça ne colle jamais. Donc il y a qui est intéressant de toucher les relations, quel que soit relation. حميمية في الصداقات في الخدمة علاقات اجتماعية زاد راهو صافي بارتي من الحاجات بالحق كي يحلوا مشاكل فوالا سا بو اتر ان بون بورسونتاج سي دو ا لورد مثلا
Qui m'a dit, Je par ne exemple, dis pas que si vous avez des problèmes dans les relations, ça ne peut pas toujours dire que oui, c'est du deuil. Hein. Mais effectivement. juste, معلومات عامة. حاجة أخرى زيد الإيجو وقت اللي سو ترانسفورم أون أوركول وقت اللي تلقاه لا بيغسون إل تو كريتيك أ لونغور دو جورني ميم على حاجة تقول لك ما تعملتش وأنت قاعد تعمل فيها. يعني مثلا فما عرف معروفين اللي سون جمزة يبدا يقول لك ما كذا كذا وانت تلقاك مازلت تخدم فيها الخدمه وين فان تو كريتيكي بارابور ا كيلكو شوز كي ني با كومبليت C'est la دونك قول perfection. انتوما ما دامكم فوالا معناها ما دامكم شفتوا العبد هذايا الى ان اوركوي بدو بالكم تجاوبوه باغ ان اوركوي ولا باغ ان ايغو وهذا يوصلنا علاش في اول سيونس أول الله. اول لايف قلت لكم انا جو نو سوي با دو سيت ايكول كي دي il faut tuer l'ego. انا من ليكول اللي نقول لك انا ان انا وما يلزمني كان انا اللي كلام نقول فيه انا نقول لك الايجو احتويه علاش فينالمون ليغو كيس كيل تو فو il te veut du bien هو من وجهة النظر La نتاعو لو sécurité. ان فوالا معناها هو شي يحب تسويق مزيانه يحبك انت ديما مرتاح ما يخرجكش من الزون دو كونفور الزون بتاع الراحة يحبك انت ديما لعبك تشوف مزيان 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 يحبك انت ديما تشوف روحك كالعبد الباهي الطيب ولا كالعبد اللي لابس الفيختي ولا كل سوا نوعية الايجو اللي عندك دونك انت هوني عامله بكل حب يعني ايش معناها يعني انت والايجو قاعدين تلعبوا في طرح اشيك يز اشيك مرة عندي ومرة عندك وذيك هي الدنيا اخ المعطاء هنا وقت اللي تلقاها انت تلعب انت كي تلقاها طلع عندك المشاعر تعطيك الواحد اه تك. لا خويا اسمع توا ما استحقتش بارك الله فيك احكي معاه هكا صدقوني نحكي مع روحي هكا لا نقول له توا طلعت انت يا بناليزي واحتوي طاقه الحب سي بون تلقى روحك تتعذب أنا لاحظت تلقى روحك حاجة تقول يمكن باغ اوبليجي دو ريبوند ابخوند ولا سينون واكثر الحاجات اللي عاونتني سي لا ميديتاسيون لا ميديتاسيون في الحاله العامه سينون Effectivement. الميديتاسيون علمتني اني ما نجاوبش على الكريتيك ما نجاوبش حتى دخلاني يعني جو براتيك لو سيلونس علمتني ما نجاوبش على المجاملات باش الايكو بتاعي ما يطلعش نقول لكم حاجه انا اول ما حليت انستغرام حليته باش نشوف روحي وين وصلت في الايكو بتاعي صدقوني حليت انستغرام جو لي روندو بوبليك باش نشوف روحي نتستي روحي وين C'est un وصلت bon test, effectivement. En fait, Ena, Mathalan, في الحاجات اللي لاحظتهم par rapport les analyses de cartes, نجم تشوف نوعية الإيجو بتاع الشخص. Ena, هذيك حاجة تحضرني كيفاش باش نحكي معاه. من باب باش ندخل له. Sur quoi je vais me baser في طريقة الكلام, في le choix des mots, زاد خاطر باش ما تحيرش في الكوتي هذيك بشوية بشوية حتى نوصلوا للبوان بيدها. Donc, tu peux voir différents types qui m'ont dit que les gens ont l'ego tout ce qui est relation surtout ou basé à la mentalité moyenne ça arrive le tout fou là ou le rabaissement ainsi de suite juste je vais te poser la question à travers l'emplacement de quelle planète chez Anna Blas et Anna Bay أكثر حاجة qui est une référence بالنسبة لنا عيطوا لهم النور عينين اللي هما الشمس والقمر Les emplacements تاعهم خاطر الروح هي الشمس بالنسبة لنا احنا والمونتال والكونسيون هو القمر دونك سي لي ريفيرونس اللي تنجم لي emplacements تاعهم ولا العلاقة بيناتهم كي في كو واحد عنده ايجو il est prédisposé de d'avoir un ego مهم خاطر انت تشوفه عبد un âge معين معناتها il a fait un parcours معين مي تشوف la prédisposition انه يمشي في الاتجاه هذاك والا لا وانت والنوعيه كما قلت لك نوعيه العلاقه اسكو يا ان كونجونكسيون بين الشمس والقمر فما تقابل في المون معناتها وقت اللي تولد فما ديفيرونس فما دي دون معينين يبدا في انرجي معينه مش كيما باغ اكزومبل واحد الشمس نتاعو ليون والقمر نتاعو بالانس باغ اكزومبل كي ديما نشوفو نحنا باغ اكزومبل العباد في الميديا وكل شيء يسو ريفير للابراج هذيكم العاديين معناتها سي لومبلاسمون تاع الشمس تعطي فكرة تخي سوبرفيسيال يقول لك الأسد اللي يبدأ عنده شمس نتاعو أسد سي عنده أن إيغو أو سي با فغي سي با توجور فغي
معناتها لازم تشوف لو ريست دي لا كارت، تشوف القمر يكون القمر بتاعه بالانس، بالعكس ابيز سو كوتي، دونك ما تلقاش تري بريزون، بو اتر بريزون في دي سيتواسيون معينين، سا ديبون دون كيل دومين الشمس موجوده ainsi de suite. نجم تلقاها باغ اكزومبل في الدومين تاع الخدمه، في وسط الزملاء يحس تقوى الكوتي هذاك في دارو في عائلته، نو سا نيكزيست با. دونك اون بو كومبروندر لي نيونس معناتها نتاع، مي كيما قلت لك ما نجموش نقتلوه خاطر إيل إكزيست في نسختنا الأولى، كلنا عندنا لا بري ديسبوزيسيون تبع ليغو، كلنا أوني بري ديسبوزي، وباش نقعدو حياة عمرنا عندنا ليغو. كان أنت تعمل وذاك الجوي، وذاك الجوي لو جو وقت اللي فما الديسكسيون بينك هكا وبينه ويبدا يطلع لك يقول لك اه قلها هكا اش فيها اش تقصد هذه اللي تقول ايه شنو C'est un وذاك moyen, en الجوي fait, وذاك c'est un moyen d'évaluation. Tu peux t'amener bien évaluation, tu fais une marche moyenne, c'est un moyen de traduire, de darge fi une moyenne. Donc c'est un moyen de nager. Qui maintenant il nage mis ça et traduit ou il va faire des télé ou il te bloque. Qui maintenant je me t'installe dans le sens où tu t'adaptes là, tu évolues pour évoluer en fait. انا فما اون كيستيون كي ما انتربيلي لقيت الاسئله اللي مانيش نشوف فيهم، فما اخر واحده خاطر تظهر لي كان الاخرانيه قالت كومون بيرسيفوار نوت ايجو. اول حاجه عندك المشاعر، المشاعر نتاعك دوفون اون سيتواسيون معينه، مشاعرك شنو هو؟ الألم مشاعرك كون بيرسيبت الالم، بقدر الالم بقدر الايجو بقدر انك غلط زاده، فهمت مادام قصدي؟ حاجة هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازم تعرف بها انت قاعدة تبدل ولا ما مش قاعدة تبدل، يعني قاعدة ديما في نفس الزون دو كونفور، نفس الثنية، نفس البش، نفس الستيل، نفس الصحاب، نفس الكذا، نفس هذايا زادا سي ان سين. وي خليك ديما ما تقدمش، تحقق في لي زوبجيكتيف نتاعك ولا لا؟ خاطر علاقاتك، خاطر ليغو انت سي لا سيكوريتي بالنسبه لي، هو انه يخليك في زون دو كونفور معينه، اي دو كو انت كان انت تو اكروش على ميم زون، عندك مثلا 5 سنين التالي فرد سيتواسيون، فرد عبيد، فرد دار، بون فرد سيتواسيون ماتيريال، بدأ من أي حاجة ولا ما فرد كل شيء. بدلت حتى شيء، ما بدلت يا سيدك يا سيدك. نعطيكم اكزومبل سهل برشا، ما جربتش روسيت مهبولة، روسيت هكا شغل روسيت مهبولة، ما خرجتش من زون دو كونفور، كل يوم العظمة تطيبها بنفس الفصل، كل يوم تعمل نفس الحكاية، ما فماش تغيير، ما فماش تجديد، حتى في المشاعر مثلا ازاي؟ عبد قريب لك tu n'évoques pas معناتها la même intensité، نفس احكيليش المشاعر، نفس الأحاسيس، نفس الكلام تتعامل بيه زادا. est-ce que tu es motivé plus par la peur ولا tu es motivé par autre chose؟ اش معناها motivé؟ زي ما احنا ناخذ الموتيفاسيون على اساس المحفز، بوزيتيف اي محفز لازم يكون مش كان بوزيتيف، المحفز ينجم يكون باغ بور في قطاع حفزني اني ما نعملش. C'est un facteur déclenchant la décision معينة ولا Exactement, معينة. exactement, exactement. يعني انت مثلا فديت من الخدمه نتاعك وخايفه، لا ما نحبش نخرج، وبالك شي ما نلقاش، بالك شي الشركه الاخرى خايفه، بالك شي ما نحبش نحل مشروعي، ما نحبش كذا، في موتيفي بار لا بور لأني يخليك جوست هكا، ولا يقول لك انت ما انت انت تو ني با كومبيتون، الصوت اللي يقول لك انت تو ني با كومبيتون، انت ماكش مزيانه، بالك شي ما تلقاش راجل يحبك، انت كذا، هي الحاجه اللي تخليك ديما مربوطه بحاجه، التعلق زاده، تعلق منين جاي اصلا؟ من جاي من الخوف، ايجو، علاش جاي من ايجو؟ من على الخوف. خاطر قيمتي ومفاتيح السعاده نتاعي، والكل حاطط في الحاجه هذيك ولا في الشخص هذاك، فهمتوا كيفاش؟ دونك effectivement راهو نجي نقول لكم حاجه، راهو بحر 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 بحر، وقد ما اقول لكم عندي عامين حضرت عندي عامين جابي حضرت ان كور على ليغو، merci ما لا خيط روح مازال عندك ما تحكي، دونك سي با سوفيزون سو كو جو في دير، دونك c'est قفلت، là ما عملتوش خاطر لقيت روحي كل يوم نزيد majesté نطلع حاجه جديده، نطلع دو نوفيل تيوري، جو تيست سور مي كوتشي، جو تيست لا تيوري هذي، جو تيست هذي كذا، دونك حر كبير 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 كبير. اون بلوس قلت لكم حاجه، ليغو اذا كان واحد باش يعمل كوغ على ليغو لازم يقريه على زوز ثلاثه مستويات، خاطر مش مستويات الكل باش تستوعب المعلومات، ايوه كذاك علاش هو حر كبير. سوسي نونبيش ديما حطوها في بالكم، اللي احنا بشر واللي احنا نجمو نغلطو
وما احناش معصومين من الخطأ. أما الحاجة الباهية أني كي نوصل للمرحلة متقدمة من الوعي نبدأ نفيق بروحي غلط، أول حاجة نستعرف بغلطي. C'est ça la conscience. انك تفيق تراقب روحك et tu observes bien تفيق ce qui se بروحك passe. وتطلب السماح من روحك ومن الأشخاص، وانك تو ديفلوب سكو نابيل لانتيليجونس ايموسيونيل، انك تفهم انه الشخص اللي تغشش منك وانت قلت له ليه واش بك تغشش وانت ديما تقلب وجهك، من حقه انه يتغشش ومن حقه عليك انك تقبل انه هو متغشش وتخليه في حاله الغش بتاعه، ما تحاولش ترجعه ليه بسيف راضي، خليه يتغشش ياخذ خاطر راحته في انت الغش بتاعه، وي ده وقت بالتحفيزي ça وقت يتعلق اللي ما بالحب. تقبلش خاطر انت وقت اللي ما تقبلش tu résistes. هنا on est dans la résistance ou le flux اللي حكينا عليه ou l'harmonie اللي حكينا عليه, on est contre أكيد اللي حكينا عليه الكل. الريزيستانس إيجو، اي لا résistance ego, c'est الريزيستانس ça, إيجو، الإيجو ساعات ما يخليكش تاخذ معلومة، tu الإيجو résistes. ساعات مثلا معلومة ما فهميش عزيزتي كيفاش نحمي نفسي من الإيجو، Il est là, هو. الإيجو يهبط وقت اللي الكوتير الروحاني، إيش معناها ربي يخليك ديما خاطر كلمة الروحاني تفشى، الكوتي الروحاني اللي فيك يطلع اش معناها؟ يعني الكوتي اللي قريب من الإله من السوخ نتاعك، يعني كي نقولوا روحانيات مش معناها راه تعمل لي الشكل الدين وتقول لي نعم في الروحانيات، لا. يعني أنا كي نسألك أنت نهار كامل مثلا نجي تقول لي والله نهار كامل وأنا نصلي ونعمل في شكل الدين ونلبس في شكل الدين ونعمل في الأشكال الكل نتاع الدين. أختون غيالتي تجي تسأل شنو هي علاقتك مع ربي، تلقاها علاقة نتاع خوف، علاقه نتاع رهبه، علاقه ما فماش علاقه ان اكزيست با، يمشي يصلي الله اكبر طالع هابط طالع هابط أو يحكي مع ربي حتى شيء، كل كلمتين يعاود فيهم كل نهار استغفر الله وشدة سبحه سبحان الله سبحان الله، يسخر روحه هكاك يسبح ولا هكاك يعمل في الذكر اتسيتيرا، حكايات اخرى. ليه؟ قد ما تقرب من ربي قد ما هو تقرب يصغر. من روحك، وقد ما تقرب من روحك قد ما تقرب من ربي، خاطر ربي موجود في كل بلاصه فيك، هو موجود il te parle tout le temps il te parle mais انت ساعات ما تسمعوش، وهذاك علاش يبعث لك المشاعر باش تفيقك، وخذوها قاعده وقت اللي عندك دي زيموسيون ا ريسونتي نيجاتيف، والايموسيون عمرها ما تكون نيجاتيف، ايموسيون ا ريسونتي لو ريسونتي هي نيجاتيف، اعرف روحك عايشه في ثنيه غلطه، عملت حكم سلبي، tu as mal jugé la situation، حكمت سلبيا على الشخص هذاك، ما احسنتش الظن في ربي ولا في العباد، اي حاجه غصنتي نيجاتيف ايجو حاجه غلط عملتها، ما تكسرش راسك، Il faut observer. فهمتوا؟ Tu observes tes émotions, observez les mots de théâtre. اول حاجه تعلم لو سيلونس، تعلم لو سيلونس، لا ميديتاسيون تعلمك لو سيلونس، ديما أنا تعلم لو نحس سيلونس، قد ما تتعلم كونسيرنون. لو سيلونس فوالا، قد ما ديما تتعلم نحس لو العباد سيلونس تخاف من الميديتاسيون وإلا تحسها اون براتيك بعيدة عليها وينش كيفاش, ميم سي شوفوا سي لا سوليسيون, الرسول ديما عليه نحس الصلاة لا والسلام سوليسيون. وين هبط عليه الوحي؟ ربي وين هبط عليه الوحي؟ مش في غار حراء، اش كان يعمل حسب رأيكم في غار ميديت. حراء؟ كان يتأمل، وفي أنفسكم أفلا تتأملون؟ ربي قالها في القرآن، الأنبياء الكل والرسل الكل وقتاش هبط عليهم الوحي؟ وقت اللي هما في حالة تأمل، وأكثريتهم وقت اللي هما في الجبل، وعلاش كانوا يمشوا للجبل؟ باش يعملوا التأمل، وقيل لا كونيكسيون. يقعدوا بالاجتماع، إكزاكتومون، خير كونيكسيون، علاش نعملوا الصوم للرحمن؟ الصوم عن الكلام عن الأحكام عن شو هو؟ ما هو نوع من التأمل، ولو أنه ما يقولوش عليه يقولوا صوم كله تأمل، تأمل هو شنو؟ تأمل هو تنجم تعمل وعينيك محلولة، تنجم تعمل وأنت تغزل إمبلانت، تنجم تعمل وانت تغزل السحاب، تنجم تعمل وانت تسوق، تنجم تعمل في كل لحظة، أما يلزمك تكون انت تعودت باش تغزل تدربت كيما سبور كيما السحاب. نقولهم, لا ميديتاسيون فوالا سي اون اكزاكتومون، براتيك تغزل تعلمها. فوالا اكزاكتومون الجبل والبحر، اكزاكتومون علاش ديما انت تمشي للبحر تحس روحكم فرهدة، طاقاته مزيانة طاقاته باهية، وعلاش تنجم تعمل تأمل في البحر، وي سي عجمية اكسلون، عجمية, فهمتوا؟ قالت وفي تعلم أنفسكم أفلا لو سيلونس، تبصرون. بالضبط. اي قد ما تعلم روحك لو سيلونس قد ما تسكتك الصوت هذاك. اجا نقول لكم فما سؤال ديما يجيني يقول لك كيفاش نوقف الافكار، الافكار ما تيقفش، اي وضح لي ديما الافكار اي وضح لي ما تيقفش. لا ميديتاسيون ديما نقول سي سا سير ا ديلوي
بتتخ ديلو ان سارتان مومون الافكار معناتها تجيك فكره تقعد مده فراغ وتجيك فكره هذه مرحله متقدمه دونك سي سا سي exactement. سي كان انت ما عندكش افكار سا سير ا ريان ميديتي راك حاضر انت مريقل معناتها بوركوا تو ميديت exactement. فما حاجه اخرى زاد ذكرتها توا تنجموا تعرفوا بها الايجو، هذاك كالعبد اللي نقز عليك دبي راك عملت غلطه. اعذروا اذا نقول لكم حاجه، انا ساعات نكتب الغسالة نكتب اي حاجه في انستغرام، ساعات نثق بروحي ما عملتش فوت تخاف ولا غلطت في حاجه ولا حاجه. جو مو فو عمري ما نرجع نصلحها، نخليها هكيكة. علاش؟ باش نروض هكا مثالش خاطر انا انسان نجم نغلط في نعمل الفود فخاف نجم نفيق عن بس ايوا سبحان الله شنو المشكله كي انا غلط شنو المشكله شنو المشكله كي انا عملت سهو شنو المشكله الى اول بروبليم علاش انت تنقز عليه ديريكتومون اسمع هذه هي غلطه هذه هي نقص او هذه نقص اكسون اسمع راك قلتها بالغلط اسمع راك كذا فهمت كيفاش والا عبد تكون انت حاطه سوغ ان بيديستال نهار اللي العبد هذاك يغلط تشطب جو سوي شوكي ما كنتش ننتظرها منه شفتوا هذاك الكل هذاك الكل ايجو خاطر خاطر بالعكس العبد هذاك تو بروجيت اون فيت سي سا اكزاكتومون تو بروجيت العبد هذاك هو عبد راهو كيفك لي يعني انا هو مثلا معلش بالعكس يشوف نخرج داخل نقول نحكي جو بار دو ميز اكسبيرونس نقول له مثلا انا راني عملت حطيت اوبجيكتيف كذا ما خلطلوش انا مش نحلل توا علاش ما خلطلوش نرجع نقول اسمع راني عملت الغلطه الفلانيه ولا راني عملت الغلطه الفلانيه مش على خاطرني ان كوتش ولا خاطرني قريت ولا على خاطرني عملت معناها ما نغلطش ايه نغلط اما كي نغلط نعرف كيفاش نصلح نعرف كيفاش نتعامل مع الغلطه نعرف من خاطر فما زاد نوع نتاع ايجو يخليك اللي هو نوع اللي هو ما يعرفوش برشا عباد اللي هو نقراو في مستويات متقدمه هو كالإيجو انت ديك عملت غلطة هكا صغيرة تولي ترجع وكيفاش وعلاش ودرا شنو وبعد شو كاموفلي الغلطة هذي بغلطة ما أكبر باش ترجع كالصورة الذاتية نتاعك قدام روحك اللي هي سافا واللي هي كذا واللي هي كذا سي باش ترضي باش ترضي الإيجو بيك اكزاكتومون دونك انا سؤال يحب فات جينا السؤال شنو هي العلاقه اسكو قله الثقه في النفس مربوطه بالايجو مربوطه 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 خاطر هي اون فيت اصلا نقول لكم حاجه من الاخر ما فماش واحد ما عنده ثقه في نفسه نقول لكم هي جست معتقد يعني انا وكان نحط دوفون اون سيتواسيون وكلب هجم عليك تقول ما عندي ثقه في نفسي اللي انا باش نجري تقوم تجري كسر صحيح ما يجريش تجري وتخلط الاوبجيكتيف بتاعك وتحمل فهمتوا كيفاش دونك انا راني نجي نقول لكم حاجه راهو سي فري راهو باغفوا جو بو دير دي شوز كي سون كومبليتوم لو كونترير دو سكي سو فون واللي لي فورماسيون اللي يبيعوهم والحاجات هذوكم انا وهذا راهو يلزمني كان انا وانا الحمد لله يا ربي باللي ميثود نتاعي واللي خدمته على لي كوتش الحمد لله شفت ياخذ كما اي رد بالك تصدق واحد يقول لك ما عندكش فما ما عندهمش ثقه فينا لا فماش ناس كما ثقه وقت عملت ديرنييرمون عملت لايف على الاستحقاق حكيت بطريقه اخرى كومبليتمون ديفيرونت على الموجود دونك توقعت من الاول قلت باش نحكي كيما انا نعرف كيما انا نحس وكيما انا عشت كي حطيت الانرجي انه الثقة في النفس والثقة في الأفكار اللي عندي سي دو سويت ما جاني حتى رد نيجاتيف ميم سي سي هو اكزومبل كنت وري ما حكيت انا ولا بحثتش عليه اللايف نتاعك نتاع الاستحقاق بخيف وري ما ان اكزومبل حي منها هي اكسبيرونس عاشتها هي يعني ما تحطش في بالك انا ما عندي ثقه ولا لاسترولوجي بربي ولا لاسترولوجي بيدها انا في الناس اي واحد باش يجي يحكي على استرولوجي سي نورمال جبل قدام جبل نتاع ميديا مده سنوات بافكار تري نيجاتيف انسي دو سويت كنت نجم نقول لا جو في لوتيليزي بور مو ميم ونستنفع وجافونس في اي حاجه اخرى مي بوسك نؤمن بالفكره ونحسها بالحق نجم تنفع برشا بيت جي بارتاجي سا وعندي ثقه في نقول فيه De toutes les façons, on ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'on est pas. Et dès qu'elle a une chose qui est bien bien, عملها الحاجه اللي عندك انا ما عليها لان كل الموند عندي عباد جو فيز يقبلوني وقت اللي العباد اللي ما تقبلنيش سي تو
فيه فيها أسماء شنو قالت شنو هي رايكم في نظام التعليم القائم على تقليل الأخطاء يقوي الإيجو؟ وي اكزاكتومون يقوي بيان سور يخليك ديما في حالة كونكورونس يخليك ديما وهذايا أنا نراها مثلا أم تجيب صغيرة المكتب وما تراه قد شخذيت سكولين قد شخذيت أنت قد كذا فهمت يعني التقييم حسب الأعداد وحسب كما كذا انت أنا قلت نو غلط غلطه يجيوني علاش غلطت ولا كيفاش غلطت ولا فوت دو فراب سي لو ميم كونتكست ان فيت. في نفس الوقت فوالا ولا نقول كل مثلا نقول معناتها نقول حاجه وتلقاني غلطت فيها كل شيء من نقصد حاجه اخرى جوست خاطر الشغل عادي عادي جل من لا يصحو معناها عادي عادي دوك هذوما تعرف منهم انت روحك سي دي روبير حتى لو اي كان انت في نفسك بينك وبين روحك ما يشوفك حد قيم نفسك قول انا اي والله عندي الفازه هذه انا والله عندي الفازه نبدا نصلح من روحي جو مو شي شيك لي هو فيه ما يخليكش حتى بينك وبين روحك تبدا تقيم روحك وكل شيء كيف ما مثلا في لي كوغ اللي نعملهم ساعات تجيني واحده تقول لي اي انا نحب نعمل كوغ اما خساره ما فيهش شهاده اوكي تحب سي سي معناتها ما فماش ما اسهل منها واحد يعمل لك شهاده يقول لك اتيستاسيون دو واحد ما فيها حتى شيء اتيستاسيون دو بريزونس انا عملت اتيستاسيون دو بريزونس effectivement فهمت شنو نقصد هذيك قائمة معناها من انت عقلية لي ديبلوم نحن تربينا عليها ومجتمعات اكزاكتومون لي ديبلوم شنو عملنا بيهم دكتور راني قريت في اس اس اي وقريت ما نعرفش شنو ايش عملت بيهم في الاخر على جنب وعملت حاجه اخرى اي ما عملت حاجه واحد يقول لك مثلا حتى في علاقاتك يقول لك انت صاحبك شنو عامل مثلا صديقك ولا صديق دكتوره فاش تو انت مثلا دكتور لازم يكون صحابك دايرين بك كل فرد ولا انت شو جارك مثلا شنو خديت دبلوم شنو خديت فين وصلت ديما المقارنات على اساس الريفيرونس اللي هما ماخدين الريفيرونس وكبرينا هي لي دبلوم معناتها ديما انا ولدي دبلوم در شنو انا بنتي در كيف شنو ما حكيت السؤال اللي سالتك في الاول الواحد انت نقول لك انت شكون باش تقدم لي نفسك على اساس حاجه منهم هذوك حاجه من لي زاكي نتاعك فهمت دونك اسمى هوني الاخطاء لازمنا نتعاملوا معاها على اساس حاجه درس مش خطا حاجه خايبه يعني بالعكس هي اللي كان مو لازم نقول لكم حاجه كان مش الاخطاء اللي انا عملتها في حياتي ما نكونش انا الفيرسيون هي اللي توا لهنا لهنا يعني سي ريكونيسونس لكل غلطه غلطتها في حياتي خلتني نتعلم منها درس وصلني للي انا فيه توا وما زلت باش نغلط وما زلت باش نتعلم وما زلت باش نقدم effectivement ou كان لهنا مش on est vrai نقدم c'est ça حاجه انا قبلت انا عندي شيك شيك معناها دنيا وفيه اش معناها إيه انا ما لازمكش تخمم فيها كلمه شيك هذه كلمة إشيك بالنسبة لي كانت حاجة يعني أنا نرجع بالتوالي هذه هي لا بغي ديفينيسيون انا أكثر حاجة لو كان موش هترجع بالتوالي هي اللي ربوندي با لينا انا ديما نشوف مثلا حكايه الفشل ديما نشوف العباد اللي تخاف من الفشل هي اللي ما تقدمش علاش خاطر تقول لك انا جو ريسك جو رونتر با دون لو ريسك اي دو كو لي ممكن باش نقطع على الدور ما نجح انا قاعده في بلاصتي دون ما زون دو كونفور لاني باش اي ومانيش ولكن هما ينسيك هما في قمة نستناو حتى يرسموني عرفت نستناني نستنى في الترسيم اي باغ اكزومبل نقعد الى نخدم كونتراكتويل انا عندي الوحده هي سي اون بروفيسور اونيفرسيتير مي سون بروبليم سي كو الي سو كونترا الي توجور سو الحمد لله احمد ربي لان سو كونترا عندك دي tu peux travailler sur autre chose à côté tu n'es pas obligé d'attendre l'état que mais je ne suis pas en sécurité effectivement même Youssef Youssef l'insane qui est d'achat mais l'échec bid où il n'a plus de vision pour sa vie il n'a plus de vision il n'a plus de vision donc il reste dans sa zone et il n'avance pas donc dis-moi les dis-moi عندك que رؤية تتجدد في حياتك dis-moi عندك كملت هدف tu passes à autre chose هذيك قائمة الحياة على السيكل هذيك على البروسيس بيدو مش على النتيجة اللي باش تعيشها دونك نحن هكي كان الاكيليبر بتاعنا يمشي في السنس هذا بالضبط حاجة أخرى نقول عليها ديما تشوف مالوغوزمون
ما كالبرمجه نتاع لي ديبلوم من سي دو سويت، تلقى الانسان يبدا في داخله عنده مثلا كوتي ارتستيك ولا ولا افكار مختلفه ولا انوفانت، كلهم يتردموا يمشيوا يدخل فك السيركوي نتاع جو دوا افوار ان ديبلوم، جو دوا نخدم كيما بابا مثلا، والا كيما اللي في حومتي كل لازمنا كلنا نطلعوا دي انجينيور ولا كلنا نطلعوا دي، كيفاش هو خدي دكتوراه وانت ما خديتش. دونك ديما اكزاكتومون، هذيك تبدا من المقارنات اللي هو صغير يبدا الكل واي باغ اكزومبل ويقتل لك الباسيون اللي عنده باسيون اللي هي اصلا هي باش تكون مصدر الرزق نتاعو، كي تنجم تكون مصدر رزق كبير كبير برشا كبير كتير ليه، لي وهو سيونس غيان كو باسكو معتمد على قنابل الواقع. سي سا ديما تسيري في لي سيونس تلقى شخص تقول له مثلا شنو انت توا شنو البروفيسيون تاعك، وهو اي ني با بيان اي ني با ايكيليبري، تلقاه يخدم في حاجه سا بو اي بريديسبوزي باش يخدمها، اي بو لو فير il peut خاطر ديما في لي كارت فما بليزيوغ خيوط معناتها بليزيوغ نيفو، مش حاجة واحدة، خاطر ديما عندك لو شوا، ديما الحرية نتاعك هي أول حاجة. مي تلقى عنده أون باسيون اندثرت، ما عادش تلقاه في الصغر هكا يتفكر منها حاجات، مي ما عادش لا براتيك. مثلا واحد كان صغير يعرف يكتب خواطر نتاعو كي كانت صغيرة ولا حاجة، حاجة تندثر في حياتها ما عادش تستعملها خاطر هي سي دخلت فك السيستيم فك السيركوي. دونك برشا برشا مالوغوزمون يدخل في الحاجة هذي. دونك ما نعرفش كان مازالوا عندكم دوطخ كيستيون، مانيش قادرة نشوف. حتى انا نحاول نهبط، انا جو نغيف با لي فواغ لي ليك، ما جو نغيف با افواغ، ما لحقت فشل طريق. وي اذا كان نعرف كيفاش نتعامل معاه. انتي ما تهبط ويرجعوا لنفس اي ما فهمتش، حتى انا ما نجمتش الحقيقه نطلع، ما نعرفش علاش ديما يقعدوا لي الاخرين. زبيدة قلت قالت سيبدا الفشل طريق بنجاح. اي هو انت كي باش تبدا كون تو فا افونسي وتسمي روحك تو افونس دون تا في وعندك فيزيون وهدف، فما 50% باش تنجح 50% باش تفشل، وعلى الفشل هذاك باش تبني كونيسونس جديده باش تحسن في حاجات هو معينه. واحد ماهوش نحن فشل نسميه فشل. احنا نسميوه فشل، راهو ماهوش بالنسبه فشل لك لا بقى تا بوتيت بالنسبه لي انا، العبد هذيا السيد هذيا مسيو اكس اللي جاي سمى الغلط، ما عرفتش انا الديفياسيون هذيك، ولا سمى لو بتي كو دو روبون سميه فشل ولا سميه كذا. انا بالنسبه لي معايا كلمه فشل، اكبر فشل اللي عمل في حياته هو سمى هو كلمه الكلمة فشل. اكزاكتومون، معناها انا بور موا سا نيكزيست با، بالحق سا نيكزيست با، أنا مفسرها أون انا العبد اللي ريفيلاسيون نحكي معاك للفكرة ندور. نسبني ولا لا. نعم أنا نشوفها سيت أون ريفيلاسيون ولا سيت أون ريبونس للفكرة متاعي ولا الهدف اللي أنا رسمته، سا مو فا و سا مو فا با، وقت اللي أنت ما يتحقق ما صارش منه دونك سا تو فا با، باش تعلم درس معين حتى اللي تخلط الحاجة اللي تناسبك. وقتها نحكيو على النجاح نسميه النجاح. Donc c'est un moyen, c'est une étape si on veut avancer. C'est une nuance. Behmalek قالت comment calmer l'ego. En fait, عليها مقبلة جاوبنا عليه الكيستيون باش نجاوب عليه autrement. Calmer l'ego, en fait, انك déjà tu le détectes, déjà اول حاجة. انك tu le détectes. و quand tu le détectes, تخفض الأهمية. Observation, أكبر حاجة. يعملوا هكا، جيت انت في مخك معناها، Déjà. جيت انت مرحبا مرحبا واضحك، شوف وقت اللي تباناليز الشوز وخذوها قاعده، اي حاجه في حياتكم باناليزي باناليزي لا تشوفوها كيفاش ستيل. وكي نقول لكم باناليزي اوترومون دي دينيا او دو مون بوان دو فيو سبيريتويل، يعني كاني اكبر الله، يعني الله أكبر على كورونا، الله أكبر على الدولة اللي فاتت فلوس، والله أكبر على كذا، يعني حاجة مش معنى الله، يعني الله أكبر من هذا الكل. أي حاجة تقارنها بالمصدر تصغر خاطر صحيح المقارنة إفكتيفمون تصغرها. إفكتيفمون
effectivement النقد فيه تغذية للإيجو. وي كيفاش effectivement. نجتنبه؟ أول حاجة بأنك تدخل في حالة الاكسبتاسيون، حالة القبول. وإيجا نقول لكم حاجة، هوني فما ديما مشكلة كبيرة في القبول، ديما مش في بالكم أنه القبول أني نوافق. لا، نجم أنا نشوف السيد هذاك مثلا طيش بابيه في الشارع والكوبايه البحريه، انا قابله الكومبورتمون تاعو ولكني مانيش موافقه عليه، يعني انا ما نعملش هكذا. فهمتوا الفرق؟ ديما القبول مش معناه اني موافقه، نجم نكون مانيش موافقه معاك. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خاطرنا مختلفين ومن Il باب faut متوامل accepter, c'est la tolérance en fait, هذيك القبول, on la tolère. tolérance. exactement Tolérance, la معناتها tolérance نقبل الآخر كيما هو, tout simplement, نقبل كيما هو, exactement مش معناتها نقبل أنا الاخر كيف. كيما. وفي حاجه ما نبداش في مرحله لورجوي، اني انا بالنسبه لي اللي انا اللي نعرفه هو صحيح وانتم الكل غلطي، C'est ça, يعني هذيك مش إيه. جو في امبوزي. خاطر علاش؟ وقتاش تصير عدم القبول والكريتيك هذيك؟ وقت وصلت الى المرحله، الله اعلم اكبر، وقت انا وصلت لمرحله لورجوي وانا نعرف خير منك وانا نفهم خير منك وانت ما تفهمش شيء ما تعرفش شيء. هذاك منين يجي؟ اي وقت اللي نشوف لازم انا الريفيرنس نتاعي الفرق. ولا فكرتي انا اي لازمها تتطبق على الناس الكل, لازم كلنا نمشي على صحيح نفس الفكرة. افكتيفلي. فوالا عليكم أه السلام. كيفاش لازم تتجاوز, كيفاش كومون ريدوير لي بور افون دو باسي ا لاكت. ريدوير لي بور افون دو باسي ا لاكت الساعه. اول حاجه، اول حاجه يلزم تنسيب الاشياء كل حاجة. المنهجية نتاعك، المايند سيت نتاعك يكون اورينتي فيغ سو كو تو فو اي نون با فيغ سو كو تو فو فوير. لو كان انت تبدل، انت علاش تركيزك على الخوف؟ علاش؟ خاطر ما نحبش يصير لي هكا. قول انا نحب نولي كذا، ركز على كذا اللي تحب توليه، ما تركزش على اللي خايفه منه. تهرب على روحها الحكايه، كان يعني كل هنا دون لا تيك. ميرسي انفينيمون. مرسي. كيفاش تتجاوز ولا ما التصديق يا شوشو الشيطان الايجو. باهي شوفي اجي نقول لكم حاجه، الايجو انا بالنسبه لي من دراستي للايجو، الايجو ماهوش الشيطان ولكنه البارتي اللي الشيطان يدخل لنا منها، مرسي مريم. يعني البارتي اللي يتحدث معاها الشيطان اللي يوسوس لك منها الشيطان. الباب هذاك, الباب يدخل فوالا كل الطاقة. اكزاكتومون. كيف تتجاوب؟ ما تتجاوبش ما بطريقه الناس فهمتش. تعيشها، ما تكونش شجعت الغير على انه يتمادى. شوف نقول لك عزيزتي، تحكي الكل تعقيه، تحكي الكل تعقيه، يعني هوني في مخ، تحكي الكل في مخك، وهي تدريب، يعني مش من اول نهار تو باي يغيبي. مي انت كون تو فيرم، يعني ايش معناها فيرم؟ يعني انا نكون في تصرفاتي مانيش مخليه السيد الاخ. نقول لكم حاجه، En تعرف fait, انت الروتين نتاع انك انت ماكش عارفه لينيميت نتاع روحك، دونك العباد ما تعرفش لينيميت نتاعها معاك. وقت تتعلم تحط لي ليميت لروحك، روحك انت كل سوا مع الاشخاص ولا في شخصك، وقتاش انا الليميت نتاعي تتعب ليميت. لا تو يلزمني نرقد، يلزمني نرقد. الكوزينه ما تخملتش سي با غراف، بدني ابجد. فهمت؟ تتعلم لي ليميت نتاعك ولي بوزوا نتاعك، هي الاخرين مربوطة يتعلموا لي ليميت. نظرتك انت لروحك, ديجا هو انعكاس هو اكزاكتومون. هذيك علاش قلت لها باللي ليميت ولي بوزوا نتاعك. اول ما تكون لي ميتريز، على اول ما تولي ميتريز tu vas y arriver à faire level اللي بعده ويولي لك سهل على الاخر. اي انت كي تشوف روحك ما تستحقش, معناتها ما تستحقش تصرف فيه التمادي, ما يصيرش تصرف اللي فيه التمادي دونك تو سامبلومون. اكزاكتومون. هذاك علاش جانسيست بيان، شوف لي بوزوان نتاعك ولا ليميت نتاعك واللي حددهم بينك وبين روحك. كي تحددهم وتتعامل على الاساس هذاك وتتعامل بيهم، وقتها اوتوماتيكمون باش تولي تعرف تحط الحدود للاشخاص الاخرين من غير حتى ما تتكلم. توصل اوتوماتيكمون. لها اما بعد خدمه، يعني مش اول اي حاجه اي في بيان سور. فوالا. الحمد لله كانوا عندي ضيوف وقلبي عندكم وتوا وتوا خلط عليكم. يا مرحبا مريم En tout cas, Mariam, il sera ان شاء الله enregistré. يتم التسجيل اللايف كونت نتاع ريم توا ان شاء Il الله. sera enregistré. Donc, ne vous inquiétez pas, les machantouches de l'Ouel. Il sera enregistré ou vous pouvez reprendre. Des questions dans le hotbox, les questions liées à la fête. Je vais la marquer. J'ai eu la question. On j'ai au bout en même temps. J'ai eu la question.
يحب يجيبوا عليهم دونك نيزيتي با بور بوزي دي كيستيون. شوفوا اللي حكيناه الكل ينجم هكا يكون دخلكم بعضكم كل شيء. اما نقول لكم حاجه ونوعدكم، اما كان تطبقوا كلامي جست بعد المعلومات اللي خديتوهم خليهم يتشربوا في مخهم، ما تحاولوش تعملوا ديزاكتيفيتي سيريبرال اخرين. وبعد فو فات بون نوي دو سوماي، قوم غدوه الصباح فرشين هكا كل شيء، تعاودوا تتفرجوا في لو لايف وتبدا تحاول تطبق، تعمل قاعده بينك ومع روحك بينك وبين روحك وشوف شنو. Malik نعم Debbahi, une demande, je la connais, maman. Juste, elle voulait. اي ممكن تكون فات سوسي، وتعاودوا تتفرجوا فيه وتقعد قاعده صادقه بينك وبين روحك، وتكتب هذا هذا هكا هذا هكا، وتحط ان بلانينغ، هذا مش نخدم عليهم، هذا كذا هذا كذا، وهذايا هو انك تبدل عاده سلبيه عاده ايجابيه. كل جمعه بدل عاده برك، مثلا انت تشوا لابيتود واحد يغلط تقوم تنقز عليه تقول له انت غلطت ولا تصلح له. اي سيدي الجمعه هذه باش نخدم على العاده هذه. العاده هذه كيفاش احنا كل شيء ما قلنا طاقه، ولا باش ننحي عاده سلبيه لازم نحط في بلاصتها عادة إيجابية، دونك بدلها إيه أنسي دو سويت. Effectivement, بالضبط le parcours bien expliqué. يسعى لإرضاء الآخرين والتغذية لهم من خلال المدح والشكر، وهي خاطرك أون فيت هوني بدل استمدادك للقيمة متاعك للخالق مش للناس. يعني وقت اللي أنت تجي تعمل حاجة وتبدأ تستنى فيه يقول لك الصحة بارك الله فيك وكل شيء، لا قول انا ربي تو كيني انا تو واقفه بيني بين ربي، ربي شنو باش يقول لي؟ كيلك عملت حاجه باهيه ولا حاجه خايبه؟ باش تعمل حاجه باهيه ولا باش تعمل حاجه خايبه؟ تخلي لروحك قدام ربي تو ربي ديما شنو باش يعذرني؟ هذيك تو تقول لي خذ انت تسمت من اي هذيك عاد سي لون دي بلو كروس كرويونس كومون اون بو شونجي ا 40 ans. Il n'y a pas d'âge limite madame. Il n'y a pas d'âge limite. الرسول قال لك عنده حديث جوست خاطر نسيتو الحديث، مش قال لك نسيت النص معني، قال لك حتى لو كان انت تشوف القيامه قامت، القيامه قامت سيئة والساعه قامت، وعندك بذره قاعد باش تزرعها، ازرعها حتى لو كان القيامه قامت، يعني الاخر دقيقه وانت تسعى، خاطرك ما زلت تحاسب حتى الاخر En دقيقه، fait, il n'y a jamais trop tard. juste tafsir, il y a un choix astrologique par rapport à l'amour ou les Bien sûr. rares ou ma famille limite d'amour. Dima, hatta wala ou enti ma tfiq, je m'attalan à 30 ans, on a dima des cycles. Ah, et tout l'homme, Saturne return, on a un cycle, on a Saturne, il y a déjà finance le blas, alors client, tout le. Dima, il y a déjà qui te faqdek, enti fin ou sult, qu'en ma faqdek, il y aura un événement, muhem fahid, qui va te faire bouger. Il tire, dit, ma qbal les trentaines, t'as même 28 ans, 30 ans, ou bad, qbal les quarantaines, t'ibda l'actarium 36, hatta le 39, et ainsi de suite. Et ça fait, dit, maman, joue, dit, ma amde, qfors, ça, bokhlef, le cycle lunaire, les dit, ma yati, qfors, ça, rabbi, subhanou, bishtfir, bishtraja, bishtnadaf. Donc, dit, ma amna, fouras, indépendamment l'amour, li nahna fait. Wadi, haja, bilhaq, femta, akthar, amq, l'astrologie. Le côté cycle qui se كل العلوم لازم معناتها تلبس سوا لازم باش تتعلم منها، ماش حاجه تكون مثلا انت حاجات نجم تكون تعلمتهم الاسفولوجي، حاجات تعلمتهم من حاجه اخرى ونفس المعلومه تبقى جوز هي نفس المعلومه بيدا لا فيزيون اكزاكتمون سي انريشيتون، وهذاك علاش سي امبورتون انك تقبل وتاخذ وتعطي المعلومه، وانك كي تحكي قبيله بركه on discutait avec mon mari, on discutait à propos de ce qui se passe à Israël. Il faut savoir que mon mari, il est complètement le contraire de moi. C'est quelqu'un qui est très carré, qui est très cartésien. Un plus un égale deux, c'est un mathématicien, un pur mathématicien. Donc, on est tous les deux complètement différents. Et pourtant, الاختلاف لا يفسد للود قضية. أنا جو سوي ترو دون لا سبيريتواليتي دون لي هكا الحاجات الفيلوزوفيك اكسيتيرا، جو سوي في الطاقة في كذا، هو كيما تعطيهش حاجة نوار نوار سي نوار بلون سي بلون هكا هو معناها، مي فهمت ديسكوتي هو يقول لي لا رأيك ما أقنعنيش، قلت له أنا راني كي نعطيك je partageais juste une pensée à haute voix. يعني je ne voulais pas
امبوزي كلك شوز ولا نقنعك بحاجه، وهذا هو اللي لازمنا نتعلموه من الكوميونيكاسيون. يعني انا وريم تو نحكي ولا شمون اون بو دوني دي زافي ديفيرون سور دي شوز، وانت خذ مني وانا خذ منها، ما اقتنعتش من كلامها ماهيش اوبليجي تقنعني بك، باش خاطر نحكي وزوز لازمني نقنعك ولا تقنعني، نو سي با سا. ولا نولي كيفك تولي كيفي، نو اون اي ديفيرون. وي وي با دي تو با دي تو. اي 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 هيك شوف نقول لكم حاجه، فما قانون اسمه قانون الالوان، قانون هذاك علاش ربي خلقنا عباد اسمر وعباد ابيض وعباد اصفر وعباد، قانون الالوان، الالوان حتى في الوعي، الالوان حتى في لي بونسي، الاختلاف وهذيك هي كيسكي متعه كري لا الحياه. ريشيسون، كيسكي كري لا انا ريشيسون. عبد مثلا كيف كيف نتفرج كيف 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 ما كتفت، تخيل انت كل يوم تاكل مقروره، تتعشى مقروره، تفطر مقروره، تدير مقروره، مطلق ما هذيك هي، وذاك هو طرح للشكل اللي نحكي لكم عليه بينكم بين الايجو. الجو هذاك جو 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 رع. خذوا اصلا نقول لكم حاجه، ما هو ربي يقول لكم الدنيا الا لهو ولعب، خذوا كل شيء على انه لهو ولعب، يعني سهلها تسهل وكبر ربي في الاخر. اكاهو هذه هي الحكايه الكل، يعني نو شيرشي با ميدي ا 14 بك الاسئله اكزيستونسيال، وكيفاش انا نعرف هيك منين؟ تنفو انت هيك منين جيت وهيك علاش وهيك كذا، خذ المعلومه اللي طبقها تصلح بيه وتشتغل كي تو كونفيان اتي زيرو باغ اكزومبل اي باس و اتي ان دونك تاخذ معلومه اخرى ولا نفس المعلومه تستوعبها اوترومون اي انسي دو سويت. كل تدرج كل تدرج ولا كل تدرج كل خاطر اليوم تنجم المعلومه ما تقبلهاش غدا تقبلها، خاطر وعيك نتاع اليوم مش وعيك نتاع غدوه. اي سي اون بون نوفيل وعيك نتاع اليوم مش وعيك خاطر كي ترقد مخك يلفا تو فيغ باش يحط كل حاجة في بلاصتها. كاناليز دونك إلي تخي تخي إمبورتون، معناتها راهو ما تتصوروش لو بوفوار كا نوتخ إنكونسيون سوبكونسيون في وقت النوم. وقت النوم يصنع المعجزات. En fait, c'est lui qui prend la commande. وقت النوم خاطر الكونسيون اللي اونفي دونك سي لوي كي بروند كوم فوالا اكزاكتومون، وهو كي سورا اون تران دو ريزوتر تو فو بروبليم. دونك اذا كان انت عندك حاجه تخمم فيها بك في الليل كي تخمم فيها قول اي شنو هو الحل للحاجه هذيك، وارقد مش خش بعد ريبونس لوغا من ريبونس. نقول لكم حاجه صدقوني، المعلومه هذه انا عرفتها وقت انا نقرا في الباك، نقرا في الباك نريفس في الماء في المات، انا البرودكتيفيتي نتاعي كانت تطلع في الليل. دونك شنو كنت نعمل؟ كنت نرقد من 9 ل 11 ونص، نص الليل، نص الليل هكاك نقوم نقرا، نضربها من نص الليل ل 4 نتاع الصباح، 3 نتاع الصباح نقرا. وقتها جيتي وقتها النجم كنقول لك نخدم 10 20 سيري فيزيك ولا سيري مات، قولوا لي تكذب في النهار ما نجمش نخدمهم. به مره قعدت نخدم 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 ما لقيتش جي با بو ريزولت لو بروبليم، خليتها ومشيت رقدت. قلت تعبت مشيت رقدت، صدقوني انا راقده عيني، حليت عيني قمت عندي الحل، شعلت ضوء تك تك تك، ماما تفجعت حلت عليا الباب، تقول لي شبيك نعمل لها هكا ما تكلمنيش وانا نكتب نكتب قبل ما ننساها الوحده السوليوشن تاع 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 الواحد. بوغ فو دير كو مخك عنده دي كاباسيتي اكسترا اوردينير، يفوت سافوار ليزوتيلي وتخرج من الوعي الجمعي من المعلومات كي سون بروباجي بار لي ميديا بار ديفس بار لي فو دي لا كونيكتير بار لي بيرسون اللي ما نعرفش نحكي تو انو تو نابورت كوا سور لي ريزو سوسيو. دونك دونك انت راه ربي حاط فيك، علم ادم الاسماء كلها، حط فيك اي معلومه تتخيلها في الدنيا راهي عندك، اي معلومه تلوج عليها في الدنيا راهي عندك. Effectivement. Juste question, j'ai comme si mouch معناها الانسان تتفسر شخصيته قدام العباد. En fait, لهنا معنى التسليم ديما انا نعمل ديما نقول من الاول راهو التسليم ماهوش الاستسلام. استسلام حاجة والتسليم حاجة. التسليم هو تعريف لو بروفون نتاع الثقة في الله. تسليم معناتها الثقة في الله، انك تسعى ولكن تسلم بالنتيجة لربي، معناتها تخلي على ربي كما نقولوا توكلت على يعني تو كومبليتي سو كو ديري. يعني اش معناها؟ يعني انا
عرفت كي تجي تعمل حاجه قبيلك، فما بنيه سالت قالت كيفاش نحي البور افون لاكسيون. البور هذيك تعرف منين جاتك؟ على خاطر كي سالت كيفاش وعلاش وقتاش، والثلاثه اسئله هذوما هما سي دو دومين تاع الغيب، يعني دو دومين دو ديو. انا ما يهمنيش فيهم كيفاش وعلاش وقتاش، ما يهمنيش، انا نعرف اللي ربي معايا، اللي انا باش نعمل اللي عليه وربي باش يعاونني، باش effectivement يبعث هذيك لي راهو الاشخاص التركي. اللي بنوك باش كذا وكذا وكذا نوصل لها. دونك كيفاش وعلاش وقتاش ومنين باش نجيب كذا، امور نتاع ربي ما تدخلش فيهم. effectivement اي وقت تمارس الثقة في ربي وقت هذيك التسليم هو هو التسليم، من هذاك هو الاول التسليم، سلمت الاساسيه امري هذيك لربي، نعمل اللي عليا والباقي على ربي، هذاك هو التسليم. لو شنو لو كنت بلي اخر تنجم خاطرين يجي على الوقت نتاعك développer dans le négatif ou bien dès maintenant qu'admo fait le voir. Le conscient peut se développer dans le négatif ou bien dès maintenant qu'admo. L'aîné, c'est tout dépend anti comment tu évolues. Pas... peut se développer dans le négatif. اسمع باش نتغشش عليك، اسمع باش نتغشش عليك ونقول لك عاود اقرا كورك. طرحنا في الكور الاولاني قلينا سلم الوعي، واش قلنا احنا كي قلينا سلم الوعي؟ قلينا لي شيل دو كونسيونس دو اوبيز اون لا ديكورتيكي، وقلينا واش قلنا؟ قلنا انك انت مستحيل مستحيل تهبط في الوعي. فما فرق بين ان ايتا دام وان ايتا ديسبري، ليتا ديسبري ريست توجور لو ميم، اما ليتا دام يعني نجم نقولها صحت مريضه، للو توترت تعبت، لتا عندي الله يقدر شكون توفى، مرضت سمعت خبر مش باهي تقلقت، لتا دام متي ما يطلع ويهبط سي نورمال، جو سوي ان اتر هومان. لكن الوعي متاعي يقعد ديما En هو avant. ما يتمسش، Effectivement, حتى ما فهمنيش واحد يوخر بالتوالي. إذا كان أنا جو سوي أون كونستون ديفلوبمون سور موا ميم، خدمة على روحي، ما نوخرش، يا نقعد في نفس المستوى يا ما نوخرش التاني، أن توكا نقعد في نفس المستوى. برضو ليتادام نتاعك هو اللي باش يأثر عليك، يعني النفسية نتاعك. تقولوا يعني نفسيتك وي، أما مش على خاطر نفسيتك اليوم مقلقة معناها أنت طحت للنيجاتيف ولا جاوك أفكار سلبية، عادي pas une ما تحطش référence. فيها Le أفكار mood سلبية. اللي تعيشه, ce n'est pas une référence للوعي نتاعك, ماهوش في صورة اكزاكتومون الوعي. يعني اكزاكتومون قالت بيان ديما فهمت. نقدموا في الوعي, مش ديما نقدموا في الوعي. وقت اللي نحن نحبوا نقدموا, وكونت اون ترافاي سور سوا ميم نقدموا. كما قالت فتن, يا اما انستاغل يا اما نقدموا. سي تنو انت لو شوا, سي نو كي فون لو شوا. اكزاكتومون انت في نيفو معين، كيف ما شفناه في الاشياء دو كونسيونس دو اوكيز، انت في نيفو معين مستحيل تتنقص عليه، واحنا رينا كل نيفو شنو هما المشاعر المصاحبه لي وليتا اللي فيه اكسترا ولي فيبراسيون والحاجات الكل، وانت باش تقعد في هذاك باش يا ما فيش قدر, تتقدم. مي لا في ان فيت فوالا معناها ان ليتا دام يطلع ويهبط سي تو افي نورمال، احنا اما بشر الحياة عندنا دي نورمال، عندنا دي ديبرسيون، عندنا حاجات تاثر فينا، عندنا كذا، فهمتوا؟ دونك سي تو اما افي هي نورمال. في الحياة بيدها ديما ان بوس باش نقدمو. هو دان لو سيستيم بيدو نتاع الدنيا كيفاش قايمة, اون ان بوس باش نقدمو. يا علومة طاتي شلق بيها في بقو زيدك. دونك ديما ديما ربي سامحني سبحانه يحط لنا دي زيفينمون ولا حاجات كي نو بوس باش نخدمو في الوعي. ابخي لا بيرسيبسيون دي شوز هي كي ديفير. اما ديما يجيك وقت, كل واحد وقته, كل واحد وقته, كل واحد لافونسمون. عادة شوف ثم عمق عجبتني برشا، قالت عادة احنا نسلم مضطرين مش عن اختيار. وش قولك انت توا كانت تولي تسلم عن اختيار، خاطر المعلومات اللي توا كانت دخلتها كانك بالحق استوعبتها وتخليها تدخل في الادراك نتاعك وتبدا تطبق فيها، تو تولي انت تسلم يقينا في الله مش مضطرين، خاطر تو ما نابا هو هذيك المشكلة في الم... وي هذيك المشكلة في البناء نتاع الغولاسيون نتاعنا مع ربي. كان بنيناه على خوف, كان بنيناه على اضطرار, كان بنيناه على قواعد ربي عليها ولازمنا نطبقوها اصلا بالحرف. اصلا اصلا ريم اي واحد ريم سامحني اي واحد تو باش تساله قول له كيسكو وصف لي ربي ولا احكي لي على ربي، باش يعطيك ربي اللي باش يحكي عليه هو ربي اللي حكيوا له عليه في عمر 3 4 سنين، effectivement مهما كان
باش تحكي انت على ربي كيف ما وراه لك، كيف ما حكاه لك عليه. اوكي، اذا كان انت وصلت المستوى اللي انت تفهم، هنا علاقتي مع ربي مش انا نهبط ونطلع ونهبط ونقول الله اكبر وندير شنو ونلبس ونعمل الاشكال نتاع الدين ونمشي ونهار كيما في الجامعه. حياتك تبدلت وانت تعمل في اشكال الدين، حياتك ما تبدلتش، يمكن يسرح حياتك عمال بالتوالي. اسكو سافادي خطا؟ سافادي مش نعمل في الدين معناتها حرام، التطبيق ولا شنو مع ربي؟ مش هذيك هي، مش مش هذيك هذيك هو، دونك فما مش غلطة. هذاك هو ربي، مش هذاك اللي حكاو له عليه ربي، مش هذاك اللي قالوا لي اعمل هكا ربي، مش هذاك اللي قال دخلك للنار كان ما تصليش ربي، مش هذاك اللي قال لك اسمع كان ما تتوضاش راه الصليت نتاعك ما تعرف شنو. فهمتوا كيفاش؟ ايفيكتيفمون هي ربطت ال نعم هي ربطت الكونكلوزيون اللي عملتها على نوعية العلاقة ديك المترسخة. اي اكزاكتومون، انا عجبتني برشا لا غومارك نتاعها، وذاك علاش نقول لك توا ايفيكتيفمون خذ قرار، ما خذ قرار بينك وبين روحك ووعد على روحك انك توا تولي تسلم اختيارا منك. انا نختار ان نسلم اموري الكل لربي، كي نقول نسلم اموري الكل لربي مش نقعد نكتف في ايديا ونقول يا ربي اعمل لي. هذاك الفهم انا الغلط حكيت للتسليم. حتى نحكي لكم حكايه، فما مره كيما نقولوا صار اعصار كبير ولا كاتاستروف ناتشورال وكل شيء، والماء فاض على العباد وكل شيء. فما كيما نقولوا انسان نتاع دين، كلك سوا الديانه نتاعو اختانا من الدين، كيما نقولوا طلعوا كلهم للسطح كل شيء، وجاتك الطياره تنقص فيهم ويهزوا فيهم بالواحد بالواحد، هم يهزوا فيه يقولوا له يا فلان يا سيدي الشيخ يا كذا هيا اجا اطلع معانا، يقول لهم لا لا ما تنقذونيش، انا ربي باش ينقذني، انا ربي باش ينقذني. جاتوا الطياره الاولى، جاتوا السفينه الثانيه، جيتو كذا، جيو كذا الشاي ديما يقول لهم لا انا ربي تو ينقذني. هي تعديت موجه كبيره او هددك البلاصه هذاك الكبير وهز هو في الماء وكل شيء، يطلع عند ربي. هكا قال له يا ربي انا راني مغشش عليك، كيفاش انا قاعد ندعي فيك ونقول لك يا ربي انقذني وانا عارفك انت باش تنقذني وبعد في الاخر خليتني مت. قال له انا بعثت لك بعثت لك الطياره خيالك. الاولى وبعثت لك السفينه وبعثت لك العباد وبعثت لك كذا وبعثت لك كذا، وانت تقول لي ما استجبتش. يعني ربي كي يستجيب لك اون فيت يبعث لك الجنود نتاعو، ولا يسخر لك حاجات، ولا يسخر لك ظروف، ولا يسخر لك عباد باش تخرجك من السيتواسيون اللي انت فيها. بالضبط. داكور دو امان، دونك خذ قرار اليوم، قول انا باش نولي، قررت من اليوم اختيارا مني نعمل عملية التسليم. كيفاش نحيو كيفاش القناعات؟ نحيو القناعات؟ هذه امور القناعات اوزو سورتو سامبل با حاجه، سورتو با جوست عمل اون بيت بدل رمارك. من الاوزو بدل بلا بدل، خذهم على اساس انها عاده، ابدا بالعادات نتاعك، العادات نتاعك تخليك تعمل، بدل كل جمعه خذ قناعه ولا واعمل عكسها، اعمل عكسها. لهنا ديما نقول عمرنا ما نحارب عادة بالتركيز عليها، ولازمني نحيها ولازمني نقلعها ولازمني انا نحيها من حياتي. ديما التركيز هو عليها ديجا يا دين الجونف التركيز اللي ما جاتش عليها، انت بعدين قلت كلمه التركيز عليها، هو ديجا لا بريز دو كونسيونس كو انت عندك قناعه 80% من القناعه ناحيتها، ديما يقعد لا لك بريز دو اكشن كونسيونس هي اكشن اول اكشن ايتاب. تاع اي معينه كلها في الكاميرا. اي اما اسهل حاجه انك تدخل عاده جديده، سي ال كي فا بوسي العاده القديمه، سي اوتوماتيك ما فيها حتى كيف يبدا يستنى. يقولوا لك نستنى في رحمه ربي، كيف يبداو يستناو ويقولوا لك نستنى في رحمه ربي. اي هذيك في الكلام، اي هاني قاعد نستنى في رحمه ربي، يستنى في تاكسي ولا يستنى في حاجه، الوغ كو انت عود قاعد تستنى، حط روحك في طاقه نتاع حاجه تتجلى، مش تقعد في حاله انتظار دون ان بوزوان، في حاله فقر، لا حط روحك في حاله غناء، والا في روحك حال اللي عندك فيكتيم. انت كي تقول هكا نستنى في حال في رحمه ربي، اون ديغي اي تو اي اي فيكتيم. معناها انا جو نو سوي با اكتور دو ما في، جو نو سوي جو با سوي ان اكتور، فيكتيم، انا فوالا دون لا فيكتيم بوزيسيون نتاع بتاعي، ضحيه، فوالا انا مسكين ونستنى في مانيش رحمه ربي. فوالا دونك ديما هذيك مانيش لا بوزيسيون في نيجاتيف نتاع وي اكزاكتومون. الضحيه. يا مريم ارجع للبارتي اللي فاتت نتاع الكور نيفو 1 تاع اليقين. قوة اليقين كلمة ذهنية كلمة قالت مثل اليقينات مثل اليقين.
واليقين فيه مراحل، شفتني بيقول فيه مراحل اليقين، ويختلف فيه اليقين. يختلف فيه برشا 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 حاجات. دونك هذاك علاش نقول لكم ان اونترينمون، عودوا رواحكم بشويه بشويه، تاك 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 بشويه بشويه. لو أمل قتل ما الخريطة الشخصية تنجم تعرف الشخص ذاك الإيجو بتاعه متضخم نتصور، وإلا لا متضخم من متضخم لا en fait. هي الخريطة الشخصية سي ديما نقولها سي لا بروميير فيرسيون. تضخم ما تضخمش سي لي شوا اللي باش يعملو هو من بعد. تنجم بتاتر تعرف اون بري ديسبوزيسيون للحاجة وإلا لا، مي مش 100% تعرف تضخم ولا، خاطر احنا مش متولدو زادا عندنا إيجو ضخم. عندنا اون بالضبط. بريديسبوزيسيون ولا عندنا نفسية معينة تنجم تهزنا دون سو سونس لا، كيما تنجم ما تهزناش، مي تنجم تفهم نوعية هو هي في بارتي من امتحانك، لك على شنو تقولي لي بريديسبوزي بري عندك، صح؟ ديسبوزي. سا في بارتي من لي شوا اللي انت باش بريديسبوزي تعملها يعني من انت بعد، عندك لو تيغان فافورابل باش تكون اي هكا ولا ران تكون هكا فافورابل وماشي والا صح. لا، مي متضخم ولا الحجم اللي يقول لي ما تنجمش تقرر تقول ليه هذا الشخص باش يولي لي هذا جول. كان جيت تعرف تسخى ان بو، ça sera un peu le غايب اللي يحكيوا عليه صحيح غايب او هذا سي با يعني سا. صحيح صح ني با غايب، سا احنا ما ندخلوش في الغيب كيما وراه. نقول لاسترولوجي دايوغ بتحكي دايوغ مازلنا في فون في فون في التعليم، خليني نقول لكم حاجه، بربي فرقوا بين الغيب والمستقبل، فرقوا بين الغيب والمستقبل. دونك مازال عنده تساؤلات هكا دخلانيه من تحت لتحت وما يحبش يقولهم على الاسترولوجي، فرقوا بين الغيب والمستقبل. وكهو وسكرنا الموضوع. ديما انا نقول مثلا كي يجي يقولوا لي يجيوني معناتها بوغ دي كونسلتاسيون، مثلا نحب نحل مشروع ولا نحب نبدا حاجه سي دو سويت، ماهيش حكايه غايب. كيما واحد كيما ديما نعطي ليكزومبل، انت باش تمشي روندوني غدوه، شوف الطقس غدوه مطر اكزاكت شو مش بدي مطر، شو رمو جو مي لونس دون ليكسبيريونس، نهز الدبشي وننطلق معناتها، والا لي نختار الطقس اكزاكت المناسب اكزاكت تو هي سامبلومون. هي كيما الميتيو حتى بالضبط، ديما نقول كيما كيما الميتيو. كي يسألوا، حتى كي يسألوا على لي طاغو زاد باغ اكزومبل، يقول لك تعرف تقرا لا لا لا، هو قراءة طاقية اتخافيغ كيما ريم تقراها مثلا اتخافيغ الاسترولوجي ديسبوزيسيون دي بلانيت كل شيء، هو اللي يعمل الطاقه ويقرا الطاقه بحسب طاقتك الحاليه. يعني في طاقتك الحاليه هاو شنو باش يصير، كي تبدل هذه وهذه هي هو باش تحسن الامور سي تو. يعني لا يقرا الغيب ولا يعرف كذا ولا حتى ما شيء. حتى حد دونك ما ينجم يصيرش يعرف. ينهب فيكم يخوف فيكم من حوايج، مخك وحده ينجم يعمل. بيخي انت كي ترقد ما تحلمش، ton cerveau il ne te donne pas des réponses, il te donne des réponses. Mais je عرف المستقبل هو معناها عرف الغيب، ليه عرف المستقبل؟ سي لا ميم شو، effectivement بالضبط. سي لا ميم شو. لهنا توا كريمة سؤال طالع إلى عذراء، هل الإيجو نتاعي عالي؟ باللي أنا معناتها كيفاش باش نعرف مثلا من الأسوندون نتاعي كيفاش نجم نعرف؟ فما آلاف المليارات ولا المليارات من العباد اللي طلعهم العذراء، إسكو هما عندهم نفس نوعية الإيجو ولا؟ أوني أونيك، مش كيما كريمة كيما ريم كيما فاتن كيما كل واحد وكيفاش التركيبة نتاعو. دونك كل واحد عنده خريطة شخصية، والخريطة الشخصية سيت ان جوست ان بوان دو ديبار، راه ما يمثلش لي زيتاب اللي انت باش تعيشهم، سيت ان بوان دو ديبار اللي تنجم تفهم منه البداية نتاعك كيفاش بديت. كاو سي تو سامبلومون سا. ابخي ليفوليسيون سي بيدك انت معناتها كومون تو ايفولو، مش بايد خليت الشخصية. دونك اون بو با افوار ده جبر صحيح بس فيها دي كومبليمون تاع الناس اللي كان بالوقت وما عرفتش ولا لفيت ورقتي اليوم نقول روحي ما نعرفش دي ما نقص نحب نتعرف كومبليمون. يعيشك مريومة، أما ما تقولش ديما ناقصة، قولي أنا ديما في حالة تعلم، خاطر كلنا ديما عفوا في حالة تعلم معناها، فهمت؟ وميرسي ماهوش بوكو نقص، معناها، بالعكس هي حالة ولا طبيعية. ماهوش معناها، ولا عزت على الكلمات اللي تخرجهم على روح، ماهوش نقص، مي أنا ديما في حالة تعلم على خاطر هذاك سي سكي مي دوموندي. effectivement وقت اللي كل نقول شيء انا على تعلمت حسب سي كو سي با الكلمات. نورمال، جو سوي مانيش طبيعي، أي جو سوي فوالا. با ناتشورال. نحن قصتكم معه هو أن يكتسب ما في داخلنا. شوف
حكاية الانعكاس اللي ما في داخلنا سي با توجور دون تو لي كا هو انعكاس اللي ما في داخلنا. يعني نجم يكون انا جوست تو سامبلومون دو فاسون انكونسيونت اصدرت حكم على الشخص هذاك، انا الشخص هذاك ديجا من قبل حاطط عليه ملصق عليه تيكيت اتيكيت هذيك مسميه هذايا الشخص هذايا مثلا مترفع، ولا الشخص هذايا ايجو عنده عالي، ولا الشخص هذايا شي سخايبرو. دونك فورسيمون اشاك فوا باش تشوف ولا باش تشوف تصرف من تصرفاته باش تحكم عليه على اساس الفلتر اللي بريجوجي مورال ان بريجوجي. يعطيك الصحه فوالا فهمت. دونك كون ديما في حاله قبول، يعني كيما ربي خلق عبيد لون البشره نتاعهم كحله ولون، عبيد دي بلون اصفر وجه شعره اصفر وجه وعينيه ازرق، وخلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق الدم، خلق دي كونتراديكسيون. علاش خلق؟ مش بينا متقبلين احنا كي نخرج نلقى دنيا شمس ونخرج نلقى دنيا نطر، علاش متقبلت وما نتقبلش شخص هي ديفيرون دو موا جوست خاطر انا ما يعملش لي كومبورتمون كيما انا نحب نحكم عليه اللي هو شخص خايف، الوغ هو ينجم يكون شخص باهي وانا جوست حكم عليه بالغلط حسب لي فيلتر نتاعي. فهمت كيفاش؟ اي بارفوا تنجم على قد ما انت تنحي لي جوجمون على قد ما انت تعرفي ترتاح، قد ما عندك سلام نفسي، على قد ما مرتاح، قد ما مرتاح مع الناس الكل ما يهمكش قال ما قال جيب ما جيب ما يهمكش، مرتاح خاطر عارف انت ربي مش قاعد يوصل لك. effectivement et parfois زاد نتحطوا في دي سيتواسيون انك تقابل شخص كيما هكا ولا تتحط في كادر انك باش تتعامل مع شخص كيما هكا، في بعض الحالات باش تتعلم حاجات بالسيتواسيون بيدها، معناتها باش تكتسب طريقه التعامل والا في بارتي من الامتحان معناها سا نجم تتعلم التوليرانس بيدها في دون سو سونس ما كان العلاقه هذيك اكزاكتومون. والا طريقه تعاملك مع السيتواسيون ولا مع الكومبورتمون تاع الشخص هذاك باش تحدد انت في امتحانك عديت بلي ولا عديت بخير. ايفيكتيفمون بالضبط، ان ايفالواسيون معينه معناها ما تخليهاش ديما هذيك حكايه الانعكاس اللي ياسر يحكيو فيها، ما تخليهاش تخلي لكم ان اوبستاكل، يعني بوتيتر انا الداخل هكا بوتيتر انا كذا بوتيتر نو، تنجم تكون تو سامبلومون ان جوجمون. وتنجم تكون وعلاش هي ديما مربوطه بان جوجمون، خاطر اصلا انت طونك تو جوج لي زوتر طونك تبدا خايف من نظره العباد، طونك تشوف عبد يجوج طونك انت خايف هو لا اي تجوج اي انسي دو سويت، وتقعد ديما وتقعد يمشي شخص هذاك يجيك شخص في نفس في نفس جوجمون في نفس الدور في نفس الحاله حتى اللي انت تعلم الدرس فيكتيمون. دونك ما نعرفش نحن قداش عملنا ديجا فتنا ساعه ونص ومازلنا والله ماذا بيا نزيد نقعد انا. ميرسي بوكو ميرسي بوكو بور طون انرجي، قداش تعجبني طريقتك في الكلام، قداش معناتها تعجبني كيفاش تفسر الاشياء، ديما تو امبرسيون، محليك محليك فيت. ميرسي تو الموند زاد على الكيتشن. نتعلم منك برشا. اجا نقول لكم حاجه، شفتوا كالعبيتي تبدا تخبي وتاخذ معلومه من عند فلان وما تقولش انا ما عنديش مشكله انا نقولها، اسمع حتى في الكور نتاعي يعرفوني قول لي هذايا والله تعلمتها من عند فلان، هذايا تعلمتها من هكا، هذايا عادي 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 عادي، معناها بالعكس هذيك يزيد يخليك تتطور اكثر كراو كيف تكون في كونيسون envers une personne puis ton راو معناتها العبد مش قداش عنده دي فولورز ولا اللي كان ولا قداش عنده كذا ولا قداش عنده فلوس ولا شنو شهيد ولا غير هما ما لا كان هذيك هي اللي نتقيم بها راو ربي نهار اخر يحاسب على شهيدنا يحاسبنا على قد عملنا من الفولورز لا ربي يحاسبك على كميه النفع اللي عملت. Merci, merci, merci pour l'acceptation de l'invitation. Merci. Merci, merci, Aïchik, Aïchik, Aziza, à l'Instagram. Inch'Allah, ça m'intéresse, très enrichissant. Merci, les gens à l'école, les Hadrou, les Mahadrou, Inch'Allah, ça sera enregistré, voilà, les Khaltouf, il n'y a aucun souci. Voilà, donc nous tenons comme une très bonne soirée. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, Inch'Allah, hâte à une fête, une fidèle à vous.
Voilà, bonne soirée ou merci beaucoup. On a fait un travail, pourquoi pas dans un travail mutuel ensemble, parce que je pense Oui. qu'on peut faire plein de belles choses. Wallah, c'est très intéressant. Oui, ça sera un grand plaisir, Ben Espalien. Fraternel. Aïe, merci, merci beaucoup. Voilà, ما Inch'Allah. يتعارك مع شيء مش اي اكزاكتومون معلومات وهذيك دابا راح وقع يكون فيها سي فهمنا الدرس عديت اي المعلومة. درس وفوالا تعدت المعلومة الحمد لله يا ربي يعطيكم الصحة يعيشك يعيشك. مثالش كانت تفيدوا بيها عباد أخرين Oui, اون merci de le ستاجون partager. حتى انكم تعلموا المعلومه هذه مي سونز امبوزي المعلومه لغيرك يعني مش خاطر انت جاتك المعلومه هذه تمشي لراجلك ولا لاختك ولا تحب تسمعها تفرج. في الامبوز نو اسمع. بارتاجي دو فاسون سوبتيل تقول ويا تفرج، لازمك تفرج، انا تفرج. بلا عليك مش لازم تتفرج انت اعمل اللي عليك وباقي كل واحد خاطر كل واحد استحقاقه يعني واحد يستحق ياخذ المعلومه واحد ما يستحقهاش مازال ما وصلش لدرجه انه ياخذ يستحق انه يكون عنده il mérite d'avoir cette information là Effectivement. Donc, Merci pour ta méthodologie. D'ailleurs, merci merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah, ou bisous, Nescol. à Très bonne soirée. bientôt. Bye.